السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع في جزء الكارديو فاسكولار سيستم، هو مرض بيصيب القلب. المرض ده من أشهر الأمراض اللي بتصيب القلب، هو مرض يسمى الأريثميا، يعني عدم انتظام في ضربات القلب. هنتكلم كمان عن الأدوية اللي بتعالج المرض ده اللي هي أنتي أريثميك دراجز. أي نعم، الحلقة دي يا جماعة اشتكى منها ناس كتير قوي، ولكن حلقتنا النهاردة هتبقى حلقة مميزة إن شاء الله في فارماتيوب. أتمنى إن هي تنول إعجابكم. تعالوا بينا نشوف حلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دهشان حسن دهشان، كلية الصيدلة جامعة الأزهر القاهرة. النهاردة إن شاء الله جه معادنا في حلقة جديدة من حلقاتنا اللي بنسجلها في فارماتيوب من كتاب فارما جايد، اللي هيكون متوفر إن شاء الله في جميع مكتبات طب وصيدلة على مستوى الجمهورية بداية من العام الدراسي القادم اللي هو 2013، يعني في خلال شهرين إن شاء الله هيكون متوفر وهيتم التبليغ عنه والإعلان عنه في المدونة اللي هي اللينك موجود تحت. طيب تعالوا بينا نتكلم على حلقة النهاردة. حلقة النهاردة يا جماعة الحلقة رقم 46 في الفارماتيوب، يعني احنا سجلنا قبل الـ 46 دي 45 حلقة قبلها في الفارماتيوب، يعني بما يتجاوز 30 ساعة إلى الآن ومكملين معاكم إن شاء الله. كارديو فاسكولار سيستم، حلقتنا النهاردة رقم 9 في جزء الكارديو فاسكولار سيستم، هننهي بشرحنا في جزء الكارديو فاسكولار سيستم، هنتكلم على آخر مرض معانا بيصيب القلب، وإن شاء الله هيتبقى لنا حلقة هنراجع فيها وحنحل فيها أسئلة اللي هي الحلقة رقم 10، ولكن الحلقة دي آخر حلقة في الشرح في شرح جزء القلب والأوعية الدموية. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن موضوع مهم جدا. هذا الموضوع من أحد المواضيع المهمة يا جماعة اللي بتصيب جهاز القلب، وإن شاء الله حلقتنا النهاردة هتبقى حلقة مميزة بإذن الله. هنفهم الأريثميا وحنعرف إيه هي الأدوية اللي بتعالج الأريثميا. عشان نفهم الموضوع كويس لازم نركز، إن شاء الله إحنا مظبطين الحلقة كويس، وعشان نفهمه بقى لازم نركز، نجيب ورقة وقلم دلوقتي ونعرف هناخد إيه في حلقة النهاردة، نعرف المواضيع الرئيسية اللي هنتكلم فيها في حلقة النهاردة. بعد ما جبنا الورقة والقلم هنكتب بقى، وكل ما نخلص حاجة نعلم علامة إن إحنا خلصنا. أول حاجة هنتكلم عنها في موضوع النهاردة إن شاء الله في حلقتنا تعريف الأريثميا اللي هي الموضوع النهاردة. تاني حاجة هنتكلم عنها هي التوصيل الكهربي الطبيعي في القلب، إزاي الكهرباء بتمشي في القلب وبيخلي القلب ينبض. تالت حاجة هنتكلم عنها هي الأكشن بوتنشال في القلب، كاردياك أكشن بوتنشال. بعد كده هنتكلم على الإي سي جي. بعد كده هنتكلم على العلاقة بين الإي سي جي والأكشن بوتنشال. بعد كده هنتكلم على أسباب الأريثميا وأعراض الأريثميا. بعد كده هنتكلم على تقسيم الأريثميا وأنواعها المختلفة. بعد كده هنتكلم على العلاج المتوفر لعلاج الأريثميا. كده المواضيع الرئيسية، كل ما ناخد حاجة هنقول لكم علموا، يبقى احنا خلصنا موضوع من المواضيع. أول حاجة معنا هي إيه؟ تعريف الأريثميا. تعريف الأريثميا، كلمة أريثميا هي جاية من كلمة ريزم، ريزم أو ريزمك يعني إيقاع، يقول لك الشخص ده بيمشي برتم معين، يقول لك الشخص ده ماشي بإيقاع كده معروف، شكل معروف، حاجة منتظمة. طب الأريثميا بقى هي عدم الإيقاع وإزالة الإيقاع وعدم الانتظام، يبقى بنعرفها هي عبارة عن abnormality، يعني حاجة غير طبيعية في النورمال ريزمك، يعني الإيقاع الطبيعي في الكونتراكشن بتاع الهارت. الهارت عشان ينقبض بيبقى ليه شكل طبيعي اللي هي شكل النبضة بتاعت القلب. لما يحصل خلل في النبضة دي، سواء كان هذا الخلل بزيادة أو بنقصان، يبقى ممكن يبقى زيادة أو نقصان بعكس ما يعتقد البعض إن كلمة الريزمي هي عبارة عن زيادة في عدد ضربات القلب. لا، الريزمي يعني عدم انتظام في ضربات القلب سواء كان بزيادة أو بنقصان. ممكن نقول على كلمة الريزمي ديسريزميا، يعني إزالة الريزميا اللي هي الإيقاع اللي هو بنقول عليه، ممكن نقول الريزمي أو ديسريزميا. طيب دي أول حاجة في حلقتنا النهاردة، يبقى احنا نعلم علامة صح على أول موضوع اتكلمنا فيه. بعد كده اللي بعده هو التوصيل الطبيعي في القلب، إزاي الكهرباء دي أو القلب بينبض. القلب بينبض يا جماعة، القلب دي عضلات بينبض نتيجة مرور كهرباء فيه. الكهرباء دي لو بتمر في جميع خلايا القلب الانقباض هيحدث في جميع الخلايا بمتساوي، ولكن سبحان الله الكهرباء بتطلع في حتة فتعمل انقباض في حتة، تروح رايحة على حتة تانية من القلب يعمل انقباض بعدها بشوية، لما بتمل الكهرباء توصل يروح عامل انقباض في الحتة دي، يروح عامل لما توصل حتة معينة يروح عامل انقباض في الحتة المعينة، فيظهر لنا شكل القلب هو بنقبض بالشكل المعروف اللي احنا عارفينه كلنا،
خلاص. طيب يبقى عند الكهرباء لما تلمس اي عضله او تلمس اي حاجه بيحدث لها انقباض. طيب دلوقتي احنا عندنا في القلب يا جماعه متقسم 4 غرف، الاتريوم اللي هي الاذين، عندنا غرفتين، اذين ايسر واذين ايمن، واللي هو الفنتريكلز اللي هو البطينين، عندنا بطين ايمن وبطين ايسر. خلاص يبقى احنا عندنا 4 غرف. الكهرباء يا جماعه اول ما بتطلع من القلب بتطلع من عقده اسمها اس اي نود، اللي هي العقده اللي عليها الماوس دي، اللي هي الاس اي نود بنسميها ساينو اتريال نود، يعني اس اختصار لكلمه ساينو واي اختصار لكلمه اتريال نود، يبقى دي اللي اسمها العقده الاس اي نود، اللي هي العقده الجيب اذينيه، تمام؟ الاس اي نود. الاشاره بتيجي بتطلع من الاس اي نود وتنشا من الاس نود، يبقى بدايه او مولد الكهرباء هنا، الكهرباء بتتولد هنا، وبعد ما تتولد هنا الكهرباء بتروح رايحه على عقده اخرى تسمى اي في نود، اللي هي بنقول عليها اتريو فينتريكولار نود، اختصار لكلمه اتريو فينتريكولار نود. يبقى الكهرباء بتيجي من هنا، اول ما تيجي من هنا وتطلع تعمل انقباض، تعمل انقباض في الاذين، بعد كده تروح الكهرباء منتقله الى الاي في نود، الاي في نود تروح موصله الكهرباء عن طريق حاجه اسمها باندلز، عندنا واحد يمين وواحد شمال، الباندل دي تروح رايحه الباندل على الفروع دي كلها بسميها بيركنج، بيركنج اللي هي الفروع دي. يبقى اول حاجه الكهرباء بتيجي منين؟ بتنشا من هنا من الاس اي نود، تروح عامله اول ما تطلع الكهرباء انها تعمل انقباض في الاوزين، بعد كده تعدي على الاي في نود تروح عامله انقباض في الحته دي، بعد كده تروح رايحه على البيركنج، لما تيجي من الباندل تروح رايحه على البيركنج هنا وهنا تعمل انقباض في العضله دي كلها، يروح القلب على طول دافع الدم، بعد ما ينقبض يروح عامل ريلاكسيشن يرجع تاني. خلاص يبقى كده احنا اتكلمنا على التوصيل الطبيعي للقلب. في النهائي بقى الناتج النهائي ده كله بعد التوصيل ده كله، لما الكهرباء تيجي من هنا تخرج من هنا وبعد كده تيجي هنا وبعدين تروح، الناتج ايه؟ بينتج لي انقباض بشكل منظم معروف، انا عارفه وعارف شكله، القلب بينقبض عارف الشكل ده، وانقباض منظم، كل نبضه بتبقى زي النبضه اللي قبلها بالظبط. خلاص الكلام ده كله طبعا احنا شايفينه في الصوره، وشايفين الكلام ده اللي انا قلته ده كله هو الكلام اللي انا قعدت اشرحه واقوله دلوقتي، ده طبعا تكمله للكلام اللي انا قلته دلوقتي. عندنا يا جماعه جهاز بيسجل الضربات دي، الجهاز ده بسميه اي سي جي، خلاص هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي، ولكن عند الاول ما النبضه تطلع، اول ما النبضه تطلع اللي هي بسميها العقده الاس اي نود تطلع الكهرباء، يروح عامل لي ايه؟ انقباض في الاذين، يروح عامل الويف دي او الشكل ده بسميه اتريال كونتراكشن اللي هو انقباض الاذين. لما بيحدث بعد كده بتنتقل الكهرباء من الاس اي نود للاي في نود وتروح رايحه للبندل وتمشي، تروح عامله الفنتريكولار كونتراكشن اللي هو انقباض البطين، الشكل ده كله انقباض بطين. بعد كده البطين لما ينقبض ويدفع الدم الى الامام يحصل له ريلاكسيشن ويرجع تاني، يروح عامل الشكل ده. الشكل ده بيتم تسجيله بجهاز اسمه اي سي جي، طبعا هنتكلم عن الشكل ده بالتفصيل الممل في حلقتنا النهارده، ولكن انا بقول لكم ازاي الكلام ده حصل واتسجل. نفس النظام الرسمه دي هتوضح لنا اكتر، وبنعيد على الكلام اللي بنقوله مره اخرى، نقول ان الكهرباء حصل لها جنريشن من الاس اي نود دي، راحت عامله لي الرسمه دي في القلب، بعد كده الكهرباء انتقلت الى الاي في نود، طبعا اول ما طلعت عملت انقباض هنا للمكان الاصفر ده كله حصل له انقباض، مشيت الاي في نود ومشيت هنا مشيت هنا مشيت هنا، عمل لي طول ما هو بيمشي الجهاز بيسجل وبيرسم، بيمشي بيروح رايح هنا للبندلز وتمشي هنا البركنج هنا دي وتروح رايحه، اول ما توصل هنا بتروح عامله انقباض للبطين ده كله، البطين الايمن والايسر الاثنين بينقبضوا مع بعض يعمل لي الشكل الكبير ده لان حصل فيه انقباضه قويه هنا، وبعدين يروح راجع بعد ما انقبض البطين يرجع تاني يروح عامل الريلاكسيشن ده. ده بيوضح لي اكتر نفس الكلام. يبقى انا دلوقتي خلصت نقطتين، عرفت الارزيا وعرفت الكهرباء بتخرج خروج طبيعي منين. بعد كده هنتكلم في الموضوع رقم 3 معانا اللي هو الاكشن بوتنشال. تعالوا بينا نشوف يعني ايه كلمه اكشن بوتنشال. بعد كده هنتكلم على الاكشن بوتنشال. اكشن بوتنشال يا جماعه اللي موجود في القلب، يعني بيبقى فيه في النيرف، انا عايز اتكلم الاكشن بوتنشال اللي بيحصل في القلب بالظبط، ايه بنسميه الفرق الجهد الكهربي، ايه الكهرباء اللي بالظبط بتطلع دي. طبعا يا جماعه عشان اقول لكم حاجه، انت قلت لي دلوقتي ازاي القلب بينبض، قلت لي كهرباء بتطلع من هنا وبتيجي من هنا وبتيجي من هنا وبتيجي من هنا، ولكن ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا عايز ميكانيزم تفصيلي يقول لك عباره عن فتح وغلق قنوات. احنا مش قلنا في قنوات اسمها قنوات صوديوم، قنوات بوتاسيوم، قنوات كالسيوم، قنوات كلورايد،
تمام. قلنا الصوديوم والكالسيوم ده بيعملوا اكزايتابيلتي، بيعملوا اكزايتيشن للخليه. كلورايد وبوتاسيوم بيعملوا انهبيشن للخليه، عباره عن فتح وغلق قنوات. يعني النبض اللي شفناه ده كله والكهرباء بيفتح ويغلق قناه، فيبدا تنتقل الاشاره وبيبقى شكل القلب وشكل النبضه بالشكل اللي احنا شفناه ده كله بيبدا يغير لما بيدخل ايونات موجبه مع ايونات سالبه، بيبدا يغير في حاجه اسمها الفرق جهد الفرق الكهربي، حاجه كده الكهرباء بيغير الجهد عشان ينقل الاشاره. خلاص طيب، ده شكل الاكشن بوتنشال اللي بيحصل في الهارت. قال لك بيمثل هذا الشكل، يعني القنوات لما تتفتح وتتقفل بيمثل في الشكل البياني اللي قصادنا ده، عباره عن اربع فيزز، اربع مراحل، من الصفر الى المرحله اربعه. المرحله صفر، المرحله واحد، المرحله اتنين، المرحله تلاته، المرحله رقم اربعه. طيب فهمني اكتر عشان ابقى مندمج في المعلومه كويس. هقول لك، انا قلت لك ان القلب بيوصل الكهرباء ازاي، بيطلع اشاره من الاس اي نوت تروح على الاي بي نوت وتنتقل والكلام ده كله. اللي بيحصل بالظبط تفصيلي فتح وغلق قنوات. عندما تفتح قناه بيحصل حاجه في القلب، تغلق قناه بيحصل حاجه في القلب، تفتح واحده وتقفل واحده، ده اللي هنقول عليه النهارده. فقدرنا ان احنا نمثل فتح وغلق القنوات في الرسم البياني اللي قصادنا ده، وقدرنا نعرف ايه هي الحاجات اللي بتتفتح بالظبط، وقسمنا الكلام ده على اربع مراحل، مرحله صفر، مرحله واحد، مرحله اتنين، مرحله تلاته، مرحله اربعه. نبدا بالمرحله صفر وهي شعله، عود الكبريت اللي بيولع. انا عشان اعمل معايا قنبله وعايز اولعها بجيب عود كبريت، وده العود الكبريت هو اللي بسميه هو الفتيل، يعني هو اللي بيشعل الفتيل. لولا عود الكبريت مش حاجه هتحصل، ولكن عود الكبريت مش هو اللي بيعمل الانفجار ده كله، لا ده عود الكبريت هو اللي بيعمل ايه؟ بيبدا الشعله، يروح مولع عود الكبريت حطه على الفتيل، عود الكبريت بيطفي والفتيل بيقعد فتره زمنيه قصيره، بعد كده بيحصل بوم اللي هو الانفجار. ده اللي بالظبط بيحصل في مراحل الاكشن بوتنشال اللي في القلب. اول حاجه في المرحله رقم صفر هو عود الكبريت، ان انا هطلع وافتح قناه الصوديوم اللي هتعمل قناه الصوديوم اللي هتشعل الفتيل ده كله، وتعمل حاجه اسمها الرابيد دي بولاريزيشن. يعني كلمه دي بولاريزيشن يعني ازاله القطبيه، تشيل اي حاجه ان مش تشيل، تقفل قناه البوتاسيوم، تقفل البوتاسيوم، يعمل رابيد دي بولاريزيشن يعني بسرعه يحصل ازاله للقطبيه ويحصل ستيموليشن، بيحصل بتفتح قناه الصوديوم بسرعه وتعمل حاجه اسمها انكريز في الممبرين كوندكتنس، يعني الاتصال بتاع الممبرين يزيد. ده بقى بسميه عود الكبريت اللي هي المرحله رقم صفر. شايفين حصل هنا في ايه؟ ريست يا جماعه، هنا الريست المرحله رقم اربعه دي ريست، مفيش حاجه، مفيش اكزايتابيلتي ولا حاجه. جه الصوديوم فتح بسرعه راح طالع فوق، لما طلع فوق عود الكبريت خلص وانا اشعلت الفتيل خلاص. اللي بيحصل بعد المرحله رقم صفر هي المرحله رقم واحد او الفيز رقم واحد، ان انا اعمل ان اكتيفيشن للصوديوم بالظبط. لما فتح، لما ولعت عود الكبريت اتطفى، ده اللي حصل، عود الكبريت اتطفى. المرحله رقم واحد هي ان عود الكبريت اتطفى، حصل ان اكتيفيشن للصوديوم، ان انا فتحت عملت طلعت بوتاسيوم وطلعت كلورايد. لما طلعت بوتاسيوم وكلورايد من الممبرين بتاع الخليه حصل ايه؟ ان اكتيفيشن للصوديوم بالظبط، راح عامل ان اكتيفيشن للصوديوم اللي طلع. خلاص بعد كده القنبله اتفجرت، يبقى اول ما الشكل البياني ده طلع يدل ان حصل في زادت الفولت، زاد الفولت، زاد اللي هو الجهد الكهربي زاد، تمام. لما كان في الريست راح زايد عشان عود الكبريت ولع، يحصل بقى عود الكبريت اللي ولع يطفي نتيجه ان حصل بوتاسيوم وكلورايد طلعوا عشان يطفوه، بعد كده بقى حصل الانفجار، وهو ان قنوات الكالسيوم اتفتحت، انفجار بيحصل، القنبلة اتفجرت. الانفجار ده بيفضل يستمر بسميها حاجة اسمها البلاتو. بلاتو دي معناها يعني المرحلة رقم اتنين دي بسميها بلاتو، هي مرحلة الانفجار. القنبلة اتفجرت، قنوات الكالسيوم اتفتحت، وقنوات الصوديوم خرجت صوديوم، سوري، قنوات البوتاسيوم طلعت بوتاسيوم بره وقالت دخل لي كالسيوم. حصل بقى ايه؟ حصل ان الجهد ده فضل مستمر، يعني زياده 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 نتيجه الانفجار ده كله. فجاه الانفجار ده انتهى، حصل ايه بقى؟ المرحله رقم 3 رابيد ريبولاريزيشن،
يفتح بقى البوتاسيوم ده يطلع بره، يشيل الكالسيوم ده كله، ويحصل رابد يعني بسرعة جدا، يبدأ الجهد الكهربي ده ينزل فجأة نتيجة ان البوتاسيوم طلع بره عشان يمنع شغل او يعمل ريبولاريزيشن، يعني اعادة للقطبية مرة اخرى، وهذه المرحلة بتبقى رابد وكمبليت، ويبدأ يرجع للمرحلة رقم 4 تاني اللي هو الشخص مع القنبلة وفي حالة الاستقرار، يولع عود الكبريت يروح داخله في المرحلة 0، وتظل هذه المراحل تتكرر. 4 يطلع بصفر تاني، 1 2 ينزل ب3، 4 0 تاني ده بالظبط اللي بيحصل في القلب، عبارة عن جهد كهربي يتم التغيير من موجب لسالب، كذا لكذا، من كذا لكذا، بيبقى فيه مرحلة الريست، يطلع الصوديوم ويشعل الموضوع. لما يشعل الموضوع يبدأ البوتاسيوم يهديه، يعمل حاجة اسمها، يعني لما البوتاسيوم هنا يهديه مش رابد ولا كومبليت، لا ده بيبقى بارشيال، ان هو بيعمل بارشيال بوتاسيوم اند كلورايد اوت، بيخرجهم بره وبيبقى سلو عشان يهدي الصوديوم اللي طلع. بعد كده ما يحصلش تهدئة لان الفتيل اتشعل فعلا، قنوات الكالسيوم تنفجر تسبب حاجة اسمها بلاتو للمرحلة رقم 2، وتزال هذه العملية تتكرر باستمرار. دي المراحل اللي هي الفيزس بتاعت الاكشن بوتنشال. طبعا الكلام ده اتمنى ان احنا نكون فهمناه كويس، لان ده اللي بيحصل بالظبط في القلب، عبارة عن انتقال اشارات كهربية، بيحصل فرق في الجهد الكهربي، يبقى ده القلب اللي بيحصل اس حاجة اسمها اكشن بوتنشال. الكلام اللي انا قلته ده كله طبعا موجود في الكتاب، ولكن الكتاب عباره، احنا بنقطع الكتاب، يعني الكتاب عباره عن صفح، بنقطع الصفحه دي ثلاث حاجات، ثلاث حتات. اول حته اللي احنا اتكلمنا عنها دي اللي تحتها بالظبط، فبنقطعها الى سلايد زي ما احنا شايفين. دي الاكشن بوتنشال فيزز، اول مرحله اللي هي المرحله رقم 4 اللي هي الريستنج ميمبرين بوتنشال، بنسميها ار ام بي، ريستنج ميمبرين بوتنشال. تمام، بعد الريستنج ميمبرين بوتنشال المرحله رقم 4 ما بيبقاش في حاجه، بيبقى في ريست، ما فيش اي حاجه خالص. المرحله رقم 0 هي دي الشعله او الفتيل اللي بنشعله بعود الكبريت اللي هو الصوديوم، بيطلع بيعمل حاجه اسمها رابيد انكريز ميمبرين كوندكتنس، بيطلع بقى ان احنا نعمل ان اكتيفيشن للصوديوم اللي طلع، ونطفي عود الكبريت ده، ان احنا نطلع كالسيوم وكلورايد ايون. بعد كده ما يبقاش في اهميه لكده لان القنبله فعلا اتشعلت، يطلع الكالسيوم اللي هو مرحله البلاتو اللي هي البلاتو فيز، بيطلع لي كالسيوم ويقلل لي خروج البوتاسيوم. بعد كده المرحله رقم 3 ان انا عايز بقى الغي شغل الكالسيوم ده، افتح قنوات البوتاسيوم ان هي تطلع وتعمل لي ازاله للكالسيوم ده، ان احنا بنعمل رابيد ريبولاريزيشن، يعني نعمل اعاده للاستقطاب مره. يبقى المرحله 3 اعاده استقطاب، المرحله رقم 0 ازاله استقطاب، ده اللي احنا اتكلمنا عنه وشرحناه بالتفصيل. قريت ان احنا اتمنى ان احنا نكون فهمنا. الفيديو اللي قصادنا ده يا جماعه هيوضح لنا موضوع الاكشن بوتنشال اللي بيحصل في القلب، وهنفهمه ونحاول نجمعه لو حد فينا اتلخبط في الشرح اللي قبل ده. ده يا جماعة الممبرين، الممبرين اللي بيحصل عليه حصل فرق في الجهد الكهربي داخل وخارج، يعني بيحصل فيه فرق في الجهد الكهربي في الداخل وفي الخارج، خلاص. فالفرق في الجهد الكهربي ده بسميه action potential، خلاص. نتيجة ايه؟ نتيجة لفتح قنوات وغلق قنوات. اتفقنا ان هو بيتم في 4 فيزز، 0 و1 2 3 و4. اول فيز اللي هي الفيز، هنبتدي بالفيز رقم 0 اللي هي بيتم اشعال الفتيل اللي هي عود الكبريت زي ما اتفقنا هنا، اللي هي ايه؟ فتح قناة الصوديوم، وده بيبقى سريع جدا، تخيلوا هنشوف دلوقتي، سريع في لحظة، بعديها بيطلع ايه؟ ده اللي هو ايه؟ فتح قناة الصوديوم. خلي بالكم، ركزوا في الرسمة دي وخلي بالكم من قناة الصوديوم. هنعيد تاني، اول ما فتحت قناة الصوديوم طلعت على طول، حصل في عمل ديبولاريزيشن، ازال البولاريزيشن ده كله، وعمل نشاط للخلية، وده كان فاست سريع، وابتدى بعد كده الكالسيوم شغال، هو اللي عمل البلاتو اللي احنا شايفينه ده كله. وبعدين بعد كده البوتاسيوم بتفتح وتكمل فتحان، هي فتحت مع الكالسيوم ولكن بتكمل فتحان، وبيبقى كومبليت، بتطلع كل البوتاسيوم اللي هنا، تمام. بعدين بتروح داخلين في مرحله اللي هي رقم 4، الفيز رقم 4 اللي هي الريستنج ميمبرين بوتنشال، ان انا بعمل ريست للميمبرين ده، بعمل له ريست. وبعدين بقى بدخل دي المرحله رقم 4 اللي هي الفيز 4 اللي هي ريستنج ميمبرين بوتنشال، هي ار ام بي. بعدين الفيز 0 اللي هي رابيد صوديوم، بعدين الفيز 2 اللي هي الكالسيوم اللي هي
سوري الفيز 2 ايوه الكالسيوم اللي بيبقى فيز 3 اللي هي بيعمل الفيز 3 اللي هي الرابيد ريبولاريزيشن واوبن بوتاسيوم شانل وبيبقى كومبليت. الفيز 4 بيرجع تاني يعمل ايه ريستنج ميمبرين بوتنشال. يبقى نفس النظام ده بيوضح لنا الكلام بنعيش الواقع ونشوف جوه الخليه ايه اللي بيحصل بالظبط عشان نبقى فاهمين الكلام ماشي ازاي بالظبط. بعد كده يا جماعه نتكلم على موضوع من حلقتنا النهارده موضوع رئيسي يسمى اي سي جي. اي سي جي اختصار لكلمه الكترو كارديوجرام يعني جهاز رسم القلب. ممكن نقول عليه اي كي جي يعني بمعنى الكترو كارديوجرام دي كلمه المانيه. هو الجهاز اللي بيقيس الريجولاريتي بتاعت الهارت بيتس يعني انقباض النبضه الطبيعيه بتاعه القلب. طبعا يا جماعه القنبله اللي اتفجرت من شويه بتاعه الاكشن بوتنشال والانتقال الكهربي اللي في القلب اللي هو الكهرباء بتنتقل من الاس اي نود وتروح على الاي في نود وتروح على البندل وينقبض. ازاي اعرف اقيسهم؟ اقيسهم ازاي؟ قال لك اخترعوا جهاز اسمه جهاز رسم القلب. الجهاز ده بيترجم الاكشن بوتنشال والكهرباء اللي شغاله دي كلها في القلب يتم ترجمتها وبيخرج الترجمه دي على ورقه رسم بياني. الورقه الرسم البياني بيبقى عليها شكل، الشكل ده الشكل البياني ده هو ترجمه للي حصل في القلب، بيترجم اللي حصل في القلب من انقباض للاذين وانقباض للبطين وانتقال للاشاره الكهربيه والكلام ده كله بيتم ترجمته على شكل رسم بياني وورقه رسم بياني بيخرج الشكل في اللي قصادنا ده. ده الشكل الطبيعي للنبضه اللي بتحصل طبيعيه جوه القلب. الشكل ده هو ترجمه للي حصل جوه اللي انا كنت بقول عليه من شويه اللي هو الاكشن بوتنشال والكهرباء ماشيه ازاي. ده اللي حصل جوه، ده بقى اللي خرج لي بره بقى الترجمه دي. طب الترجمه دي يا جماعه لازم افهمها كويس. ليه لا افهمها كويس؟ لان انا لو فهمت الترجمه الطبيعيه والترجمه الطبيعيه اللي هي النورمال اقدر اعرف الترجمه الغير طبيعيه اللي هي الاب نورمال. يبقى انا لو فهمت الترجمه الطبيعيه كويس جدا اقدر اشوف اي ترجمه اقول لك لا الترجمه دي مش مظبوطه. ليه؟ هقول لك ده حته زايده حته ناقصه، يبقى هنا نوع معين من نوع الارزم، هنا نوع اخر، هنا نوع اخر. ده اللي لازم نعرفه دلوقتي ونهتم بيه، لان انا لو فهمت اي سي جي كويس هقدر افهم انواع الارزم. خلاص. طيب ايه هو الاي سي جي الطبيعي؟ الاي سي جي الطبيعي كبره لي كده وطلع لي الرسمه البيانيه. الرسمه البيانيه قصاد اهي معايا دلوقتي رسم بياني مكون من مربعات صغيره. المربع الصغير ده عباره عن 1 مللي في 1 مللي. المربع الصغير بيبقى فيه مربعات كبيره بيضم 5 مربعات في 5 مربعات يعني 5 مللي في 5 مللي. بيتم رسم النبضه، النبضه بتبدا من هنا وبتنتهي هنا. اليو ويف دي عايزكم تمسحوها يعني اعتبروا ان هي مش موجوده لان دي نقطه افتراضيه ما بتحصلش اصلا. خلاص يبقى دي نمسحها نعتبرها ان هي مش موجوده، نعتبر ان الخط ده مش على طول كده. خلاص يبقى النبضه بتبتدي من هنا وتنتهي من هنا، دي النبضه الواحده. طبعا القلب بينبض كذا نبضه، يبقى نلاقي الرسمه دي متكرره. بعد ما دي تخلص تبدا من اول البي، تبدا البي ترجع تاني وتشتغل. خلاص يبقى دي نبضه طبيعيه. تمام. ده الشكل اللي قصادنا، حطوا نقط، كل حاجه لها نقطه. هنا النقطه دي بنسميها بي والنقطه دي بنسميها كيو وهنا ار وهنا اس وهنا تي، هم اللي عاملين النقط دي. تمام عشان نقدر نتكلم عنها. يبقى اول نقطه اللي هي البي ويف. يعني ايه بي ويف؟ وازاي النقطه دي جت؟ ازاي الجهاز رسم باماره ايه؟ رسم النقطه دي باماره ايه؟ ليه ما رسمش دي الاول وخلى البي دي قصاد؟ هقول لك رسمها ليه. افتكر معايا بقى اللي انا قلته في اول محاضره قلت لك ايه؟ قلت لك النبضه الكهرباء بتخرج من الاس اي نود وبعدين تنتقل الى الاي في نود وتنتقل هنا. يعني اول حاجه بيحصل لها انقباض ايه؟ طبعا اول ما النبضه بتطلع، اول ما الكهرباء تطلع هنا يبقى الانقباض بيحصل في الاول هنا، يعني بيحصل في الاترم اللي هو الاوزين. الاوزين يحصل فيه انقباض. قال لك خلاص اول ما الاوزين يعمل انقباض البي ووف بتتعمل، الجهاز بيحول الرسمه ويحول الكهرباء اللي خرجت من الاس اي نود وانتقلت للاي في نود وعمل نبضه للاوزين والاتريوم اللي هنا، ابتدى الجهاز يترجم اللي حصل ده الى البي ويف. يبقى البي ويف دي عباره عن تسجيل الجهاز للانقباض بتاع الاتريوم نتيجه خروج الكهرباء من الاس اي نود وراحت الاي في نود، راح مترجم للي حصل ده للبيوت. يبقى اللي انت وريته لي ده كله في الاول واللي انا شفته ده هيترجم لواقع. يبقى انا مش شايف الكهرباء وهي بتطلع بعينيا، ومش شايف القلب ازاي الكهرباء بتمشي فيه، ومش شايف البند دي الكهرباء والالكترونات ماشيه ازاي، ولكن انا هشوف ده كله على واقع قدامي على ورقه كده واترسم بينها هشوف ده كله. يعني يبقى اول حاجه البي ويف هي عباره عن كهرباء خرجت. طب بعد كده الكيو ار اس ده كومبلكس
QRS كيو بقول عليها كده على طول QRS ده كومبلكس على بعضه اسمه QRS الشكل ده كله. قال لك ده بينتج لما الكهرباء تيجي من تطلع من البي ويف وتيجي هنا ما تعمل البي ويف. البي ويف اتعملت يمشي شويه الفتره دي بقى والنازله دي عبات ما البي الاي في الاي في نود الكهرباء وصلت لها. بعدين الكهرباء مشت مشت في البندل مشت في البندل وعملت انقباض في الفينتريكلز اللي هو في الاذين هنا وهنا. اول ما الانقباض ده يحصل الكيو ار اس دي تروح على طول القلب عامل كده عامل كده نتيجه الانقباض الشديد اللي عمله الفنتريكل اللي هو الاذين هنا عمل سور البطين الفنتريكل ده لتحت ده عمل انقباض فعمل النبضه الكبيره دي يبقى ده عمل الكيو ار اس اللي هي انقباض الفنتريكل. بعدين اي حاجه بيحصل لها انقباض لازم تعمل ريلاكسيشن ما ينفعش الواحد يفضل شدد العضله بتاعته على طول لازم يعمل لها ريلاكسيشن. عضله القلب لما تنقبض وتدفع الدم الى الامام بتعمل ريلاكسيشن يظهر لي التي ويف. قلنا دي حاجه افتراضيه مش موجوده تي ويف خلاص. يبقى نتكلم البي ويف حصلت عشان انقباض الاتريوم، الكيو ار اس حصل نتيجه انقباض الاذين، قلنا التي ويف حصل نتيجه الريلاكسيشن. ولكن انا لو انا انا انا, أنا عايز اربط الحاجات دي ببعضها. لما اجي اقول لك لما اجي اقول لك بي ار انترفال بي ار انترفال يعني المسافه الزمنيه ما بين البي بدايه البي هنا الى الار بدايه الار، الار بتبدا من هنا مش من هنا، الار بتبدا من هنا خلاص. يبقى المسافه دي بسميها بي ار انترفال. انا لما اجي اقول لك في الارزم البي ار انترفال طولت يا عم، طولت معناها ان البي دي بقت هنا والمسافه دي طولت عن الطبيعي، طولت عن الشكل الطبيعي. نفهم الموضوع ده عشان هنربط النقط دي كلها ببعض. بي ار انترفال هي المسافه الزمنيه، انترفال يعني مسافه زمنيه، الزمن يعني مسافه زمنيه من اول البي لاول الار. ممكن اقول لك البي ار سيجمنت، دي بقى مش مسافه زمنيه بقى، السيجمنت اللي هو الجزء نفسه، الجزء البي ار من اول البي لغايه الار، مش مسافه زمنيه، مش هتقاس بالزمن، هتقاس بالمسافه اللي هي بي ار سيجمنت. اجي اقول لك مثلا اس تي سيجمنت، يبقى من اول الاس هنا لغايه التي، دي اس تي. اقول لك كيو تي انترفال، من اول الكيو هنا لغايه اخر التي، انترفال يعني مسافه زمنيه، الزمن هنا قد ايه؟ كيو تي انترفال خلاص؟ اس تي انترفال، مسافه بين الاس والتي، ده كله بقى نقعد نربط الجمل ببعضها، ده كله. الكلام ده كله بقى انا جمعته هنا في الوقت ده في السلايد دي. قلنا البي ويف معناها ايه؟ ده طبعا للي مش بيسمع الحلقه، يعني اللي معاه الكتاب ومش بيسمع الحلقه، معاه الكلام مكتوب ده كله، ده كله صفحه واحده، صفحه للرسمه والجدول تحته. فهو دلوقتي انا قلت الكلام ده كله حاليا، قلت وانا بشرح الرسمه، فمش عايزين نقعد نقوله مره اخرى. قلنا طبعا اليو ويف هي حاجه افتراضيه والجي ويف هي حاجات كده، ممكن لو في حد عايز يقرا الكلام ده يوقف الفيديو. احنا كده خلصنا الاي سي جي، خلصنا يا جماعه وعرفنا الطبيعي وعرفنا البي دي نشات ازاي والكيو ار اس نشات ازاي والتي دي نشات ازاي. ولكن ايه علاقه الرسمه اللي طلعت دي بالاكشن بوتنشال؟ انت قلت لي يا عم الاكشن بوتنشال اللي هو القنبله اللي انفجرت دي مش رسمتها كده، انت قلت لي اربعه فيز، الزيرو وواحد واثنين وثلاثه واربعه، رسمه غريبه غير الرسمه دي. اقول لي تعالوا بينا نربط العلاقه. شايفين يا جماعه الرسمه بتاعت الاكشن بوتنشال اللي هو قلنا الزيرو فيز والواحد واثنين بتاعت القنبله، هنا بقى حصل ايه؟ الاس اي نود خرجت عملت لي الشكل ده، بعد كده راحت للاي في نود عملت الشكل ده، عملت الشكل ده، بعدين راحت للبندل عملت الشكل ده، عملت الشكل ده، عملت الشكل ده. ده بقى الشكل بتاع الايه؟ الاكشن بوتنشال. ده الشكل الواقعي، الشكل الحقيقي. ولكن الجهاز ما بيطلعش الشكل الواقعي، بيطلعه بالشكل اللي احنا وشفناه دلوقتي وبيترجمه. شايفين النقطة الصفرة دي، الرسمة الصفرة دي هي عبارة عن أول ما خرج بالظبط الكهرباء خرجت عملت النقطة الصفرة، الرسمة الصفرة دي. يبقى اللي فوق ده، الرسم اللي فوق ده هو الشكل الواقع اللي بيحصل، اللي هو الأكشن بوتنشال اللي شرحناه، قلنا صوديوم بيطلع وبوتاسيوم وكالسيوم والكلام ده الواقع اللي بيحصل. أما الشكل الإي سي جي ده الترجمة، ترجمة الواقع، ترجمة الواقع. قلنا الصفرة دي انه خرج الاس ان نود فتحت على طول، قلنا بعد كده الخضرة دي راحت انتقلت من الاس اي للبي وف راحت عملت الخضرة، قلنا الحمراء دي وصلت فعلا للايفي نود عملت الحمراء دي. يبقى الاصفر والاخضر والاحمر عملوا الشكل البي ويف بقى، يبقى الوي ويف دي بتاعت الاتريوم كونتراكشن. بعد كده عملت ايه الشكل الازرق ده؟ ان هي راحت للبندل هنا وصلت للحته دي عملت الشكل الازرق. ايه الحته دي بالظبط؟ الشكل البنفسجي ده وصلت للبندل في النص هنا عملت الشكل ده. اول ما راحت للفنتريكل وراحت للباركنج اللي هي التفرعات دي وعملت كونتراكشن على طول راحت عامله كيو ار اس لان ده كونتراكشن كبير، وبعدين ايه راحت عامله ريلاكسيشن فعملت التي ويف.
يبقى انا ترجمت دلوقتي، عرفت العلاقه بين، لان واحد ممكن يتخيل في ذهنه يقول طب انت رسمت لي في الاول رسمه اكشن بوتنشال عامله كده، جيت تقول لي الاي سي جي عامله كده، ليه الاي سي جي ما طلعهاش؟ لا، هو بيترجم الواقع ده كله الى الرسمه دي كلها. يعني مش هيقعد يرسم الاشكال دي كلها في رسمه واحده، هيترجمها ازاي؟ لا، لازم الترجمه بتاعت، يعني ينفع يحط، يعني ينفع نطلع الاي سي جي بالرسمه دي، نمسح الرسمه دي خالص والاي سي جي يطلع بالرسومات دي كلها متلخبط كده؟ طب احنا هنعرف ازاي؟ لازم كل حاجه تترجم الى حركه معينه في الاس كده. انا فهمت بالظبط يعني ايه اكشن بوتنشال، يعني ايه اس جي، ويعني ايه ترجمه، والكلام ده كله. تعالوا بينا نخش في موضوعنا بقى النهارده اللي هو الاريزميا. يعني معنى ان احنا ده كله مقدمه عشان نفهم الاريزميا، لان لو ما قلناش المقدمات دي مش هنفهم اي حاجه في الاريزميا. تعالوا بينا بقى نخش في الاريزميا ونتكلم على السلايد اللي بعد كده. بعد كده هنتكلم على اسباب الاريزميا. الاريزميا دي اسبابها كتيره، من ضمنها يا جماعه حاجه اسمها سكيرنج اوف هارت تيشو، يعني جروح او حاجه حصلت في انسجه القلب، حاجه غريبه حصلت في انسجه القلب، ممكن تبقى جروح او حاجه زي كده، او ممكن يبقى تشينجز ان هارت ستراكشر، شكل القلب نفسه تم تغييره نتيجه حاجه اسمها كارديوميوباثي، يعني مرض من امراض اللي بتصيب العضلات بتاعه القلب. خلاص، ممكن يبقى كرونري ارتري ديزيز زي الانجينا او مايوكارديال انفاركشن، الاثنين دول بسميهم كرونري ارتري ديزيز، مرض في الشريان التاجي. بيبقى هاي بلاد بريشر، واحد عنده ارتفاع في ضغط الدم، دايابيتس وسموكينج وستريس ممكن يبقوا سبب في اسباب الاريزميا، او ممكن يعتبروا كريسك فاكتورز في الاريزميا. اوفر اكتيف ثايرويد جلاند، يعني واحد عنده هايبر ثايرويدزم، عنده الثايرويد جلاند بتخرج بتخرج ثايروكسين بكميه كبيره. واحد بيشرب كحولات وبيشرب قهوه كتير، مش قهوه بس مجرد، لا قهوه بكميات كبيره. بعد كده اهم سبب وهو السبب الاشهر، يعني ان الشخص بيستخدم ادويه من اعراضها ان هي بتعمل ارسم، يعني في ادويه اعراض الجانبيه بتاعتها ان هي بتعمل زي تراي سايكليك انتي ديبريسنت، الحاجات دي بتعمل ارسم يا جماعه لو استخدمت بهاي دوز، يعني بتوصل للسايد افكتس بتبدا تظهر، وفي ادويه لما بتستخدم لفتره طويله بتعمل اريزميا، وممكن يبقى الاريزميا نتيجه الكترولايتس امبالانس، يعني في لخبطه في الالكترولايت اللي موجوده في الدم، في بوتاسيوم كتير في الدم اللي هي الالكترولايتس اللي موجوده في الدم، بيبدا يعمل تحاليل الالكترولايتس يشوف هل فعلا في لخبطه ولا لا. دي الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث الاريزميا. ولكن ما هي الاعراض؟ يعني الشخص ده بيعرض بيحس بايه؟ الشخص ده بيبقى عنده عدد ضربات بتاعته سريعه او بطيئه، يبقى مش سريعه فقط، لا الرزم يعني زياده او نقصان، وبيبقى ممكن ساعات بيشعر بالنبضه بتاعته، يعني ساعات بيشعر ان القلب بتاعه بيقعد ينبض ينبض ينبض، بيبقى شاعر بيشعر هو بالنبض بتاعه. ممكن يبقى فيه حاجه اسمها سكيبنج اوف بيتس، يعني ايه سكيبنج؟ يعني تحس في، يعني المفروض يعمل نبضه 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 نبضه، يعني بيبقى فيه نبضات كده حصلها سكيبنج، يعني فقدت ما اتعملتش، يعني المفروض نبضه كل شويه كل وقت معين يعمل نبضه، في نبضه ما اتعملتش وراح ناقل بعد شويه راح عامل تاني، دي بيبقى سكيبنج بيتس. وكارديك اريست ده ممكن يعمل الى توقف قلب في مرحله متاخره. حاجه اسمها فينتنج، فينتنج يعني ضعف او وهن او حاجه زي كده، بيعمل بقى حاجه اسمها ايه دوار، يعني دوار بيحس بالدوار اللي هو لايت هيدنس اللي هي دوار او دوخه، ديزنس دوخه برضو، شيست بين الم في الصدر، بيحس بحاجه اسمها اتكسر في التنفس، كمان حاجه اسمها بولنس يعني شحوب، بيبقى وشه شاحب كده مصفر، يقول لك الواد ده وشه مخطوف، الكلام ده كله سويتنج. تمام، الكلام ده كله باختصار اعراض الاريزميا واسباب الاريزميا. تعالوا بينا ننتقل الى بعد كده ان احنا عايزين نعمل نشوف انواع الاريزميا. هنا بقى المشكله، هنا المشكله، المشكله ان احنا نقسم الاريزميا. في كتب كتير جدا وانواع كتير جدا، ما تستغربوش الكلام ده حقيقه يا جماعه، في مراجع، كتاب اسمه اريزما، كتاب قد كده اريزما، كتب مش كتاب، كتب كتير في الاريزما ومراجع كتير في الاريزما وانواع كتير في الاريزما. كل كتاب بيقسم على حسب المؤلف او الدكتور اللي كاتب الكتاب، كل واحد بيقسم على حسب التقسيم، يبقى في تقسيمات كتير ظهرت. زي بالظبط انا عندي 40 احمد، 40 واحد اسمهم احمد قصادي وعايز اقسمهم،
فانا اقول ايه حسب الاب، يعني اقسم احمد اللي اسمه احمد علي يجي الناحيه دي، يبقى اي واحد اسمه احمد علي يجي الناحيه دي، احمد محمد يجي الناحيه دي، احمد تمام، كلهم اسمهم احمد، كلهم اسمهم الرزمي. يجي واحد تاني يقسم حسب الطول، يقول لك هنقسمهم الى ثلاث اقسام، طويل ومتوسط وقصير، احمد الطويل يجي الناحيه دي، احمد المتوسط يجي ناحيه احمد القصير. واحد تالت ممكن يجي يقسم ال 40 شخص اللي اسمهم احمد دول، يقسمهم حسب التخين، يقول لك التخين قوي يجي ناحيه، التخين متوسط شويه يجي ناحيه التخين، الكلام ده كله تمام. حسب الشكل يقول لك احمد اللي شكلهم لونهم ابيض يجي ناحيه، اللي شكلهم لونهم قمحي يجي ناحيه، اللي لونهم اسود يجي ناحيه. تقسيمات كتير كلها الرزمي، ولكن كل واحده مختلفه عن الثانيه، كل واحده مختلفه عن الثانيه. نقسمها ازاي يا جماعه؟ انا هقول لكم الطرق الموجوده في التقسيمات، وهناخد طريقه ونمشي عليها خلاص عشان نسهل الحلقه، لان الحلقه دي يا جماعه استغرقت وقت معايا، يعني اعداد الحلقه نفسها اكتر من حوالي 25 ساعه، اكتر من 20 ساعه، يعني بحد يصل الى 25 ساعه بقالي يومين شغال فيها عشان نوصل ان احنا نقدر ما نتلخبطش ونفهم الموضوع. فنركز بقى، يعني ارجوكم نركز في الحته اللي جايه دي. ازاي هنقسم الارزم؟ انا دلوقتي هنرصد التقسيمات كلها وهنمشي على تقسيمه واحده بس. بقول لك التقسيمات دي مختلفة طبعا وحاجات مختلفة كتير، ناس قسموها حسب المكان اللي بيحصل فيه لخبطة في القلب، لخبطة في المكان، هل هو في الأذين ولا في البطين ولا الكلام ده. قال لك اللخبطة بتاعة الكهرباء دي، اللي هي الكهرباء اللي بتنتج دي، اللخبطة بتاعة الكونتراكشن أو النبضة، اللخبطة ممكن تبقى في الأتري، اللي هو بيحدث لخبطة هنا في الاتريال، اللي هو الاتريوم اللي هو بنسميه الاذين. شايفين اللخبطه هنا، ولكن هنا مفيش لخبطه، هنا القلب بينبض بنبض طبيعي في الفنتريكل، ولكن هنا النبض غير طبيعي في الاتري. فعندنا انواع، دي الانواع بتاعه اللي بتحصل في الاتري، الانواع دي خلاص احنا كده كده هنقول الانواع دي ثاني، ولكن انا بقول لكم تقسيمه المكان. في يقول لك ممكن تحدث في حاجه اسمها جانكشنال اريزميا، تحدث في المكان المتوسط ده، لا هي في الاتريال ولا هي في الفنتريكل، ودي الانواع خلاص. ودي النوع ده بالذات اللي هو جانكشنال ريزم، اللي هو الكهرباء بدل ما هي تروح وتمشي بتروح لفوق وتيجي لتحت، يعني المفروض تيجي تطلع من هنا تيجي هنا وتنزل تحت، لا ده بتروح طالعه لفوق، تطلع من الحته دي فوق كده خلاص. ده النوع اللي هو ايه، يعني عشان مش نفتكر ان الانواع دي كلها نفس النوع ده، لا النوع ده هي اللي رسمته، هي اللي رسمته دي، ده كده حسب المكان ده. يبقى انا دلوقتي قسمت على حسب كام تقسيمه، بتحصل فوق وبتحصل في النص، هيبقى في بقى الرزمه بتحصل تحت في الفنتريكل بقى تمام، اللي هي الفنتريكل اللي هي بتحصل تحت، يبقى اللخبطه مش فوق، اللخبطه تحت تمام. ممكن يحصل بقى حاجه اسمها هارت بلوك، يبقى فيه اتقفل خالص، هارت بلوك يعني اتقفل، يبقى القلب بيتقفل وحصل له بلوك، دي انواع خلاص. وممكن الشخص يموت نتيجه اريزميا، ده نوع من ضمن الحاجات اللي هي بنسميها سادن اريزميك ديس سيندروم، اللي هي اس اي دي اس، ان الشخص بيموت فجاه نتيجه كاردياك اريست، يعني بيحصل توقف للقلب فجاه فبيموت كده. دي التقسيمه، يعني ده دكتور قسمها كده على حسب المكان. في واحد تاني جه قسم الانواع دي كلها على حسب ايه بقى، على حسب الميكانيزم، قسمها برضو الانواع، قال لك في حسب الميكانيزم اوتوماتيستي. يعني ايه اوتوماتيستي؟ عشان برضو الحاجات دي برضو هتفيدنا. اوتوماتيستي المفروض ان في اوتوماتيك، حاجه اوتوماتيك يعني حاجه لوحدها، ان بيطلع من الاس اي نود يجي على الاي في نود، يخش هنا ويطلع. اوتوماتيست بقى ان بيحصل لخبطه بقى في الاوتوماتيست دي، يحصل حاجه اسمها اكتوبك فوكس، اكتوبك فوكس او اكتوبك بيس ميكر. اكتوبك فوكس او اكتوبك بيس ميكر دي حاجه بتعمل نفسها اس اي نود، يعني بتشتغل بتبقى عامله زي الاس اي نود، بتنتج نبضات كهربيه زي الاس اي نود. يبقى المفروض الاس اي نود هنا اصلا ويطلع لي هنا ويمشي، ده النقطة دي اللي هي اكتوبك فوكس دي عملت نفسها اس انود وطلعت كهرباء. يا نهار اسود، ده انت هتعمل لي لخبطة بقى، المفروض الكهرباء جاية من هنا تجيب لي انت كهرباء من هنا فيعمل لخبطة في الحتة دي. دي حسب الاوتوماتيستي تمام. في انواع منها برضو ري انتري. يعني ايه ري انتري؟ يعني المفروض الكهرباء تطلع من الاس انود راح للاف نود، لا ده تطلع من الاس انود وتروح للاف نود وترجع تاني للاس انود، فتلف هنا وتقول لك لف وارجع تاني، تروح لفة من الاف نود راجع للاس انود، دي اسمها ري انتري، اعادة مرة اخرى. جانكشنال يعني هتحصل في المكان ده. فيبريليشن يعني بيحصل، ممكن يبقى حاجه اسمها فيبريليشن يعني رعشه او لخبطه في الاتريال اوفنتريك، يبقى هو قسمها على حسب الميكانيزم تمام. ولكن اخر حاجه تقسيمه دي اللي هنمشي عليها بقى، ده اللي هنرصدها ونتكلم عنها بالتفصيل، هي تقسيمه الاريزميا على حسب الهارت ريت.
وده التقسيمه اللي الواحد فضل ان هو يمشي عليه. يعني انا كنت اشوف همشي على انهي تقسيمه واسهل، قلت لا ده انا همشي على حسب التقسيمه بتاعه الهارت ريت. ليه بقى؟ لان انا بدرس حاجه اسمها الريزميا، يعني عدم انتظام في ضربات القلب. يعني ممكن يبقى فيه هارت ريت زياده، عدد الضربات زياده وعدد الضربات قليل. ليه امشي على حسب الميكانيزم وكده؟ لا ده انا همشي على حسب الهارت ريت. خلاص، يبقى انا دلوقتي الكلام اللي انا قلته الانواع الكتيره اللي انا ما قلتهاش دي كلها هقولها تاني، بس انا هقولها على حسب طريقه الهارت ريت. ان في حاجه اسمها تاكي كارديا، يعني زياده في عدد الضربات، برادي كارديا يعني نقصان في عدد الضربات، ده كلها نوع انواع من انواع الاريزميا. بريماتيور هارت بيتس، هنعرف يعني ايه بريماتيور هارت بلوك، يعني اتقفل خالص. اربع انواع على حسب الهارت ريت. هنمسك نوع نوع ونتكلم عن الانواع بتاعتهم. يعني التاكي كارديا دي انواع، ولكن عايز اقول لكم حاجه، القلب ده هنقسمه حاجتين يا جماعه. فينتريكولر يعني بطين، فينتريكولر تحت، سوبرا فينتريكولر. سوبرا فينتريكولر هيضم حاجتين، هيضم الاتريوم اللي هم الاذين والمكان اللي على طول اللي فوق الفينتريكولر. يبقى الاتريال هو برضه سوبرا فينتريكولر، عشان ما حدش يقول لي في حاجه اسمها اتريال. لا، سوبرا فينتريكولر هي اللي فوق خالص ومعاها جزء من الفينتريكولر اللي هو في النص بين الاتريال والفينتريكولر. هنا بقى تحت خالص اللي هو فينتريكولر اللي هو البطين، وهنا سوبرا فينتريكولر يعني فوق الفينتريكولر. خلاص، لما اقول لك التاكي كارديا هنقسمها نوعين. التاكي كارديا اللي هي زياده في عدد الضربات هتبقى نوعين. نوع سوبرا فينتريكولر يعني نوع بيحدث في المنطقه اللي فوق والمنطقه اللي تحت سليمه ما بيحصلش فيها سرعه، ونوع تاكي كارديا بيحصل في الفينتريكولر. خلاص، يبقى دول نوعين. البرادي كارديا نفس النظام الكلام ده كله. يبقى احنا دلوقتي فهمنا يعني ايه سوبرا فينتريكولر. تعالوا بينا نمسك اول حاجه تاكي كارديا. تاكي كارديا، تاكي كارديا معناها ان حصل عدد ضربات اكتر من 100 ضربه في الدقيقه، ولكن في الريستنج ستيت. يعني الشخص مش هو بيجري اقول له ده انت عندك تاكي كارديا عشان عدد ضربات قلبك 100 فوق ال 100 فانت كده عندك تاكي كارديا. لا، وهو قاعد مرتاح ما فيهوش جري ولا في اي حاجه، اقيس عدد الضربات لقيتها فوق ال 100 يبقى ده عنده تاكي كارديا. طب انواع التاكي كارديا ايه؟ سوبرا فينتريكولار تاكي كارديا اللي هو النوع اللي فوق بقى. هل ده نوع واحد؟ لا، انواع ملحوظه يا جماعه. احنا اتكلمنا الاول على مقدمه في الاريزمي، وقلنا نركز ان احنا اتكلمنا على ازاي النبضه بتخرج، ازاي ايه هو الاي سي جي، ايه هي الرسمه الطبيعيه، الكلام ده كله تمام. طيب دلوقتي بقى احنا بنتكلم في انواع الاريزم، دلوقتي احنا بنتكلم اصلا في الحلقه. يعني الكلام اللي فات ده كله والتركيز، التركيز اللي قلناه ده كله عشان نفهم اللحظه اللي احنا فيها. يبقى دي اللي حصل في بدايه الحلقه ده كله اعداد للحظه دي. اذا كنت انت مثلا اتلخبطت شويه او كده ممكن توقف الفيديو وتسمع بعد شويه، يعني تاخد ريست مثلا شويه وترجع تسمع الفيديو تاني، لان اللي احنا بنعمله ده كله عشان نوصل للحظه دي ونبدا نتكلم تمام. سوبرا فينتريكولار تاكي كارديا ده من احد انواع التاكي كارديا اللي هو بيحصل فوق الفينتريكولار اللي هي فوق المنطقه اللي فوق. طيب انواع يا جماعه، الحاجات اللي بتحصل فوق انواع. اول حاجه ده طبعا بيوصف المكان اللي هو بيحصل في الاتريا من فوق خالص، وممكن نسميها باروكسيزمال اتريال تاكي كارديا اللي هو بي اي تي. يعني سوبرا فينتريكولار تاكي كارديا ممكن نقول عليها باروكسيزمال اتريال تاكي كارديا، وفي انواع منها كتير. في انواع من السوبرا فينتريكولار تاكي كارديا. اول نوع يعني مش هنرصد كله، هنرصد الحاجات المهمة جدا، لأن أنا قلت لكم الموضوع ده فيه كتب كتيرة فيه، ولكن احنا هنرصد كل حاجة مهمة فيه. اتريال تاكي كارديا، كلمة اتريال تاكي كارديا يعني حصل، احنا طبعا جايبين هنا رسمة للهارت عشان نعرف يعني ايه بالظبط، ورسمة الاي سي جي. رسمة الهارت قال لي إن حصل هنا تاكي كارديا، حصل سرعة هنا في الاتريال، الاتريوم هنا حصل فيه سرعة ولكن الفنتريكولر سليم ما فيهوش أي سرعة ولا حاجة، السرعة حصلت في الاتريال هنا فسميناها اتريال تاكي كارديا. هيحصل بقى فين بقى يا جماعة؟ بصراحة يعني عشان نبقى صريحين مع بعض، إحنا قلنا الإي سي جي مكون من كام ويف؟ قلنا البي والكيو آر إس والتي. البي دي خاصة بالاتريوم، البي ويف دي اللي احنا في رسمه الاي سي جي خاصه بالايه؟ بالاتريوم. والكيو ار اس خاصه بالفنتريكولر، والتي خاصه بالريلاكسيشن. يبقى انا بتكلم على اتريال تاكي كارديا، يعني بيحصل في الاتريا. يبقى اللخبطه هتبقى في البي ويف. الكيو ار اس ما فيهاش اي حاجه خالص، الكيو ار اس سليمه، الكيو ار اس دي سليمه ما فيهاش حاجه. البي ويف هي اللي فيها لخبطه. خلاص، تعالوا بينا نشوف الرسمه. احنا برضو جبنا الرسمه عشان لو حد يكون نسيها ولا حاجه، هي دي الرسمه اللي معايا. البي ويف دي، البي ويف دي المفروض تبقى ايه؟ طبيعيه، عشان هي المسؤولة عن الاتريوم كونتراكشن اللي هو ايه؟ الاذين. هنا بقى بيحصل لخبطة، سرعة البي ويف دي سرعة،
فما بتظهرش، ما بتلحقش تتكتب على الاي سي جي، لان بيحصل فيها الريتم بتاعها بيبقى سريع، لان في عندي نوع من اللي اسمه اتريال تاكي كارديا، فالريتم بيبقى سريع فما بتلحقش تظهر على الاي سي جي. ولكن الكيو ار اس اللي هو الفنتريكل احنا قلنا ده سليم ما فيهوش اي حاجه فبيظهر طبيعي، والتي ويف اللي هي دي الريلاكسيشن بيظهر طبيعي. يبقى دي البي ويف المفروض تبقى موجوده في الحته دي، تمام؟ مش موجوده، مش قادر اشوفها، مش قادره تترسم نتيجه ان حصل سرعه فيها، فمش مش لحقت الجهاز يرسم. ده تي ويف، هنا البي ويف مش موجود، بي ويف مش موجود، بي ويف مش موجود. يبقى حصل بي ويف كيو ار اس تي، عشان بس تعدد الرسمات مش نطلع. بي ويف كيو ار اس تي، بي ويف مش موجوده، كيو ار اس موجود، التي موجود. يبقى اول ما اشوف الرسمه دي قدامي هقول دي نوعها اسمه اتريال تاكي كارد. الريتم ريجولر، يبقى ريجولر يعني المسافه بين دي ودي زي المسافه بين دي ودي زي المسافه بين دي ودي زي المسافه، حصلت برتم طبيعي. ولكن البي ويف هي اللي فيها مشكله. بعد كده نوع تاني، نوع تاني اللي بيحصل في سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، نوع اسمه اتريال فيبريليشن. فيبريليشن دي معناها ايه يا جماعه؟ فيبريليشن يعني رجفان، يعني واحد عارفين لما الواحد ايده بترجف، ترجف يعني تقعد تلعب كده، فسموه اتريال فيبريليشن. اتريال فيبريليشن بيحصل رجفان، رجفان يعني المنطقه دي بيحصل فيها لعب كهرباء، زي ما احنا شايفين الكهرباء بتقعد تلعب، اكن بالظبط حاجه تقعد حاجه بتقعد تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي. كهرباء الاذين هنا والاذين هنا متلخبطين، الكهرباء فيهم متلخبطه خالص، متلخبطه خالص. فبالتالي بيظهر الشكل ان البي ويف الريتم هنا ديس اورجنايزد، يعني هنا المفروض تروح للبي الاس نود، تودع على الاف نود، فهنا تود شويه وتروح موديه شويه وتود شويه، وبيحصل لخبطه هنا، فنلاقي الريتم نفسه ديس اورجنايزد. وبنلاقي سرعه السرعه من 350 ل 600 نبضه في الدقيقه، من 350 ل 600 نبضه في الدقيقه. شايفين البي ويف عامله ازاي؟ لخبطه خالص في البي ويف، البي ويف قد تكون مش ظاهره. والكيو ار اس، الكيو ار اس هنا بيبقى ايريجولار، يعني الكيو ار اس حصل فين؟ من هنا لهنا. شوف المسافه دي صغيره ازاي، من هنا لهنا، من هنا لهنا اكبر منها، وبعدين رجعت مسافه تاني، حصل فيه لخبطه في الكيو ار اس. ممكن يبقى سلو، ممكن يبقى رابد، تمام؟ ولكن هو نارو، يعني هنا المفروض يبقى واسع شويه، هو هنا نارو المفروض يبقى واسع شويه، بنلاقيه نارو، تمام؟ يبقى اللخبطه دي اثرت على الكهرباء اللي ماشيه في الاي في نود، فعمل لي شويه لخبطه في الكيو ار اس، ولكن اللخبطه الاساسيه هنا فوق، فسميها اتريال فيبريليشن. اتريال فيبريليشن، شايفين البي ويف؟ المفروض البي ويف تترسم بكل وضوح، نلاقي البي ويف مش مرسومه بكل وضوح، ونلاقيها عباره عن لخبطه بالظبط. طب الاتريال فلاتر، نوع من انواع السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، ده احنا لسه بنتكلم في التاكي كارديا اللي هي سرعه ضربات القلب اللي بيحصل في المنطقه اللي فوق، ما اتكلمناش عن المنطقه اللي تحت لسه. نوع اسمه اتريال فلاتر. اتريال فلاتر ده عباره عن ايه؟ فلاتر معناها رفرفه، رفرفه يعني الاذين بيبقى فيه رفرفه، اسمه اتريال رفرفه. شايفين الرفرفه يا جماعه؟ الاذين هنا بيبقى كومبليت ديس اورجنايزد، يعني لخبطه فظيعه، دي لخبطه فظيعه، رجفان ولخبطه فظيعه. انما هنا الرفرفه بيبقى فيها نوع من انواع الانتظام شويه، نوع من انواع الانتظام شويه، بيبقى الريت ريجولر، يعني بيبقى منتظم، يعني زي ما بتحدث هنا في نفس الوقت اللي هي حدثت، نفس المسافه بالظبط، مسافات متساويه، يبقى ريجولر، ومن 250 ل 350 نبضه، وبيبقى عامل زي مشط السنان، اسنان المشط. عارفين المشط بيبقى ليه اسنان كده، مشط التسريح اللي الواحد بيسرح بيبقى ليه اسنان، زي اسنان المشط اللي هي البي ويف. شايفين اسنان المشط؟ اسنان مشط بالظبط، اسنان المشط البي ويف دي كلها بي ويف. شايفين كام واحده بي ويف؟ اسنان مشط. يبقى البي ويف شكلها اسنان مشط. ليه؟ لان البي ويف هي المسؤوله، هي اللي بتظهر نتيجه الكونتراكشن بتاع الاترك. ولكن عندنا الاوزين بيبقى فيه رفرفه يا جماعه، بيبقى فيه رفرفه من فوق اللي هو الاوزين، حسب الاي في نود بتطلع الكهرباء يعمل رفرفه، فيبدا يتسجل كل بي ويف شويه، بي ويف بي ويف بي ويف. يبقى ده، والكيو ار اس فيه نارو، الكيو ار اس نارو، اقل من 12 من 100 سكند بيبقى نارو، يبقى المسافه دي نارو. نوع اخر بنسميه اي في نودل ري انترنت تاكي كارديا، ده نوع مشهور اسمه اي في نودل ري انترنت تاكي كارديا. ان المفروض الاس اي نود تودع الاي في نود، ولكن الاي في نود هنا ما يروح لهاش الكهرباء، لا ده يروح لها الكهرباء وترجع منها وتخش تاني، ترجع من الاي في نود وتخش تاني، ترجع بيحصل اعاده. يعني الاي في نود المفروض تاخد الكهرباء من الاس اي نود وتمشي، لا ده تقعد يعمل اعاده، اعاده للكهرباء، اعاده. فيحدث ايه بقى؟ يحدث ان الريتم بيبقى سريع وريجولر، ريجولر سريع قوي، وريجولر ريجولر ريجولر، مفيش بي ويف بقى، مفيش بي ويف، لان هنا ما عملش انقباض كويس في الاذين،
ده هنا عمل المفروض النبضه تيجي على الاي في بشكل سليم، لا ده هي بتقعد تخش وتطلع تخش وتطلع تاني، والكيو ار اس نارو، نلاقي عندنا تي ويف بس. يبقى هنا المفروض يبقى في هنا المسافه هنا ما فيش بي ويف ولا هنا في بي ويف، المفروض يبقى في بي ويف، بي ويف كيو ار اس تي، التي موجوده، بي ويف كيو ار اس تي، تي موجوده، بي ويف مش موجوده، كيو ار اس موجوده، تي موجوده، بي ويف مش موجوده، كيو ار اس موجوده، تي ويف موجوده، يبقى ما فيش بي ويف. وده حاجه مميزه للاي في نودل، ان انا لما اشوف رسمه زي دي ما فيهاش بي ويف اقول ده الاي في نودل ري انترنت تاكي كارديا. في عندنا نوع اسمه اي في ريسيبروكيتنج تاكي كارديا، اي في يبقى هتلاقي فيه متعلقه بالاي في، زي هنا بالظبط اي في نودل يبقى متعلقه بالاي في، الاي في نودل هي النقطه الاي في دي. الاي في دي النوع ده بسميه وولف باركنسون وايت سيندروم، ده نوع من انواع السيندروم اسمه وولف باركنسون وايت سيندروم، مش عايزين نخش فيه قوي، ولكن الاريزميا دي او النوع ده من انواع الاريزميا بيبقى عامل ازاي؟ هقول لكم بيبقى عامل ازاي. المفروض يا جماعه ان الاي الاس اي نود تيجي على الاي في نود وتنتقل هنا للبند، نلاقي الاشاره الكهربائيه بتروح وتمشي تمشي تمشي وتروح راجعه تاني للاي في نود هنا، يبقى بتعمل لخبطه هنا في الاتريوم نتيجه ان الاي في نود هنا حصل لها ريسيبروكيتنج، يعني عمل اعاده هنا ومشي تاني وعمل لخبطه في الاتريوم هنا، فالريتم هنا بيبقى رابد وريجولر، رابد وريجولر ماشي. البي ار يعني المسافه بين البي والار، اللي هي المسافه بين البي دي والار هنا بتبقى شورت، المسافه بين البي والار يعني المفروض تبقى اوسع من كده شويه، مش ضيقه كده، البي هنا والار هنا، يعني الار بتبدا من هنا ولكن الار النقطه فوق، يبقى المسافه دي ضيقه شويه المفروض نوسعها شويه تبقى طويله شويه عن كده. وقال لك بيظهر الكيو ار اس وايد، شايفين الكيو ار اس هنا وايد ازاي؟ واسع، شايفين هنا الكيو ار اس نارو يعني ضيق، هنا وايد واسع ازاي؟ في حاجه كمان اسمها دلتا ويف، هنا اي اكتر حاجه مشهوره مميزه الدلتا ويف يا جماعه. الدلتا ويف دي اول ما اشوفها اقول لك ده دي اي في ريسبروكيتنج تاكي كارديا على طول، اول ما اشوف الدلتا ويف. الدلتا ويف هنا شايفينها؟ طبعا مش شايفينها عشان مش عارفين يعني ايه دلتا ويف. هقول لكم يعني ايه دلتا ويف. هنا الطلوع من الار ويف، هنا الكيو هنا المفروض يبقى فيه هنا كيو والار فوق، فهنا عشان يطلع من هنا يعمل زاويه قايمه. فين الزاويه القايمه دي؟ دي الطبيعي ان يبقى فيه زاويه قايمه هنا، ده الطبيعي هنا زي ما شايفين في الرسمه اللي تحت هنا الازرق ده زاويه قايمه. البي ويف ما يعملش زاويه قايمه، يعمل كده، يعمل السحبه اللي احنا شايفينها دي هنا بالظبط، يبقى دي اسمها الدلتا ويف. يبقى هنا ظهور دلتا ويف، ظهور حاجه بنسميها دلتا ويف. بعد كده خلصنا الاتريوم، يبقى احنا خلصنا التاكي كارديا اللي موجوده فوق اللي بنسميها سوبرا فينتريكولار تاكي كارديا، موجوده فوق خالص في 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 القلب من فوق، بسميها سوبرا فينتريكولار تاكي كارديا. طب هل في سرعه قلب يعني تاكي كارديا يعني سرعه في ضربات القلب تحت في الفينتريكولار؟ اقول لك في سرعه قلب في الفينتريكولار بسميها فينتريكولار تاكي كارديا. هنا بقى الخلل بيبقى فين؟ في البي ويف. بي ويف ايه يا عم؟ البي ويف المسؤوله عن الاتريوم كونتراكشن، انما الكيو ار اس هي المسؤوله عن الفينتريكولار كونتراكشن. يبقى الريتم هنا هيبقى ريت سريع جدا خلاص، وصعب ان احنا نعمله ديترمينيشن يعني، وما بين 150 ل 250 نبضه في الدقيقه، وما فيهاش بي ويف، ما فيهاش بي ويف خالص. ليه ما فيهاش بي ويف؟ لان الاتريوم شغال على طول، اللي هو الفنتريكولر شغال 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 على طول، شغال باستمرار. ولكن دي مميزه جدا، اول ما اشوف الرسمه دي اقول ده دي فنتريكولر تاكي كارديا، رسمه مشهوره جدا مش هتلاقي زيها، رسمه يعني مميزه، كلهم شبه بعضهم، كل الحاجات دي شبه بعضها كده، والبتاعه دي وايد خالص، الكيو ار اس وايد واسعه جدا، شوف واسعه قد ايه، واسعه جدا خلاص. دي على طول لان على طول الفنتريكولر حصل كونتراكشن، يبقى ده طول ما الفنتريكولر عامل كونتراكشن دي مش هتنزل، دي مش هتنزل. ليه؟ لان دي بتنزل زي بالظبط الطبيعي هنا، دي هنا المفروض تطلع وتنزل، تطلع لما الفنتريكولر اللي هو البطين يعمل كونتراكشن، وتنزل لما الكونتراكشن يخلص، تنزل لما الكونتراكشن يخلص تنزل. هنا بقى الكونتراكشن مستمر، طالعه ومش بتنزل غير فين وفين، كونتراكشن هنا الكونتراكشن في الفنتريكولر مستمر، فبالتالي تلاقي تفضل طالعه موجوده فوق على طول، تنزل لما تلاقيها خلص وتطلع تاني، تنزل وتطلع تاني بالظبط كده. فما بيلحقش يعمل بي ويف، ما بيلحقش الجهاز يعمل بي ويف. بعد كده فنتريكولر فيبريليشن، فيبريليشن احنا اتفقنا ان هي معناها رجفان يعني حاجه بترجف، دي بقى حاجه ديس اورجنايزد خالص، ملهاش اي علامه مميزه، بالظبط زي الطفل الصغير اللي خد ورقه الاي سي جي وقعد يرسم عليه، حاجه غير مميزه، لخبطه بطريقه فظيعه. الفنتريكولر فيبريليشن في كل حته في الفنتريكولر،
شغال كهرباء لخبطه، بالذات بنلاقي الرسمه متلخبطه وبالظبط كده، حاجه عك يعني، حاجه ايه ملهاش اي معنى، مفيش بي ويف ولا كيو ار اس ولا في اي حاجه خالص تقدر تصنفها. فدي بقول عليها على طول فينتريكولار فيبريليشن. كده احنا خلصنا التاكي كاردي، يعني احنا خلصنا سرعه بضربات القلب، ودي بتبقى التشخيص بتاعها. يعني لو بقى الواحد يشوف الاي سي جي عشان يحدد الانواع بتاعه التاكي كاردي اللي احنا قلناها دي كلها، بيبقى التشخيص بيلاقي صعوبه في التشخيص شويه. اما البرادي كاردي ما فيش صعوبه ولا حاجه. برادي كاردي دي معناها ان القلب عدد ضرباته اقل من 60. اقل من 60 يعني تلاقي عندك مسافه جامده جدا بين كل كيو ار اس او كل نبضه وكل رسمه وكل رسمه. طيب عندنا ساينس برادي كاردي. ساينس برادي كاردي دي برادي كاردي طبيعيه جدا، ما فيهاش اي حاجه، اقل من 60 نبضه في الدقيقه، نورمال الريتم، نورمال وبيبقى سلو، يعني هو نورمال طبيعي جدا، كل حاجه طبيعيه، البي ويف موجوده والكيو ار اس موجوده والتي ويف موجوده، ولكن سلو. المفروض دي تظهر هنا في المكان ده، تظهر في المكان ده، ودي تفضل موجوده، يجي واحده تظهر في المكان ده، بيحصل في مسافه كبيره جدا بين الكيو ار اس، نتيجه ان القلب بينبض ببطء. هنا نبضه وخد وقت كتير عشان ينبض النبضه الثانيه، خد وقت كتير عشان ينبض النبضه الثالثه، خد وقت كتير عشان ينبض، يبقى ده الكيو ار اس ناره والبي ويف موجوده والتي ويف موجوده وكل حاجه موجوده. عندنا بقى حاجه اسمها ساينس بوز. بوز يعني ايقاف مؤقت، ايقاف مؤقت، تمام. ساينس بوز دي معناها ان القلب حصل له ايقاف مؤقت، زي بالظبط ان انت بتشغل الفيديو اللي شغال ده، تروح دايس في النص يعمل ايقاف مؤقت وتروح مرجعه تاني، القلب بيحصل له ايقاف مؤقت، بيبقى بيدور بشكل طبيعي جدا. دي مش برادي كارديا ولا حاجه، يعني هنا الشكل ده مش برادي كارديا، هو هنا نورمال، انسان طبيعي جدا، شايفين انسان طبيعي، مفيش برادي كارديا ولا حاجه، ويجي فجاه القلب يقف في خلال 6 ل 8 ثواني يرجع يشتغل تاني. دي ممكن تحصل لاي واحد، مش لازم يبقى عنده برادي كارديا، ممكن تحصل لاي واحد، ممكن يعني مش بتيجي له على طول، لا دي كله مره في عمره مثلا، وممكن ما تجيلوش اصلا، ممكن ما تجيلوش اصلا. دي حاجه يعني هم شافوها والدكاتره شخصوها ان هي ممكن القلب يقف من 6 ل 8 ثواني، ولكن مش على طول، مش القلب بيقف على طول، لا ده هي ممكن تيجي لواحد كده يعني اي واحد ممكن تيجي له ولا حاجه، ولكن مش بتجي له، بس ممكن تيجي له مره في العمر او مش تيجي له خالص، فبسميها ساينس بوز. بعد كده يا جماعه احنا هنتكلم على بريماتيور هارت بيتس. بريماتيور دي حاجه مهمه شويه. ليه حاجه مهمه؟ لانها بتبقى مشهوره شويه، يعني مشهوره من الحالات بتاعت البريماتيور دي. يعني يا جماعه احنا خلصنا الهارد تاكي كارد والبرادي كارد، يعني رقم A تاكي كارد، رقم B برادي كارد، رقم C بريماتيور هارت بيتس. دي حاجه لا تاكي ولا برادي ولا اي حاجه خالص، مالهاش علاقه بالتاكي والبرادي، دي حاجه لوحدها اسمها بريماتيور هارت بيتس. يبقى احنا خلصنا تاكي كارديا وخلصنا برادي كارد، تعالوا نخش على البريماتيور. بريماتيور، كلمه بريماتيور في المعنى معناها قبل، قبل يعني المفروض ان النبضه دي وليكن مثلا فور اكزامبل عملت، وبعدين بعد ثانيه عملت نبضه ثانيه، بعد ثانيه عملت نبضه ثانيه، بعد نص ثانيه عملت نص ثانيه، ليه المفروض تيجي هنا بعد ثانيه تعمل ده؟ قال لك حصل بريماتيور، يعني جت قبل ميعادها، النبضه جت قبل ميعادها. اروح شايف الاي سي جي الرسمه، ابص على البريماتيور، ابص الاقي البريماتيور هنا. يبقى انا ممكن واحد يجي له الرسمه دي في امتحان ولا حاجه يقول طب ما دي حاجه طبيعيه، ايه اللي في، يا عم بص شوف المسافات دي متساويه، دي قد دي ولا دي قد دي، هنا قصيره يبقى اتعلم هنا بدايره تقول ده دي بريماتيور، وتبدا تشوف نوع البريماتيور ايه. اول نوع من البريماتيور هي بريماتيور اتريال كونتراكشن، يعني هيحصل في البي ويف، يبقى هيحصل في البي ويف خلاص. قال لك النوع ده اللي هو البريماتيور اتريال كونتراكشن اللي هو البي اي سي، بيحصل في البي ويف عشان هو في الاتريال، يعني بيحصل في منطقه البي ويف عشان هو بيحصل في الاتريال اللي هي الاوزين. كيو ار اس، كيو ار اس نورمال، البي ويف از بريزنت ولكن ديفرنت. يعني هنا المفروض البي ويف شكلها عامل ازاي، هنا شكلها عامل ازاي، غريبه، غير الشكل الطبيعي ده، غير الشكل الطبيعي. يبقى البي ويف هي مختلفه عن كل البي ويف اللي موجوده في الرسومات اللي جنبها. بعد كده بيحصل ان النبضه ترجع طبيعيه زي التاني، يبقى دي بسميها بريماتيور. يبقى دي عباره عن نبضه حصلت قبل ميعادها. بريماتيور جانكشنال كونتراكشن اللي هي بي جي سي او الاي في نودل، بسميها اسم ثاني اي في نودل بريماتيور كونتراكشن، يعني بيحصل في المنتصف ما بين الاتريوم، ما بين الاوزين اللي فوق والفنتريكولار البطين اللي تحت، بيحصل في النص، البريماتيور بيحصل في النص عند منطقه الاي في نود.
فين هنا يا جماعه الرسمه اللي هي البريماتيور؟ هل هي هنا نبضه عدى ثانيه عمل نبضه عدى ثانيه عمل نبضه عدى نص ثانيه عمل نبضه، يبقى دي البريماتيور، عدى ثانيه عمل نبضه عدى يبقى دي بريماتيور، يبقى عندنا اثنين بالرسمه دي فيها اثنين بريماتيور هنا وهنا. طب ايه الطبيعي؟ قال لك مفيش بي ويف يا جماعه، مفيش بي ويف. لما يكون مفيش بي ويف يبقى دي النوع ده اي في نودال بريماتيور كونتراكشن، اما لما البي ويف تبقى موجوده ولكن شكلها غير طبيعي يبقى بي دي بريماتيور اتريال كونتراكشن. الموضوع عايز تركيز شويه ولكن احنا فهمنا، الفهم موجود خلاص، الفهم بقى موجود لما شرحنا رسمه الاي سي جي وعرفنا الطبيعي، ولما عرفنا ازاي الاي سي جي ده يعني يعني ايه حاجه اسمها اكشن بوتنشال ويعني ايه النبض بيطلع ازاي كده، خلاص احنا فاهمين. ولكن احنا عايزين مثلا نركز او نحفظ حاجات معينه، نحفظ ان دي ما فيهاش بي ويف، البريماتيور دي ما فيهاش بي ويف، يبقى دي اي في نودال بريماتيور كونتراكشن، دي البي ويف بتاعتها غير طبيعيه يبقى دي بريماتيور اتريال كونتراكشن. هنا بريماتيور فينتريكولار كونتراكشن، يعني بتحصل في الفينتريكولار البريماتيور، شايفين نبضه طبيعيه طبيعيه طبيعيه، شايفين اللخبطه اللي حصلت دي. قال لك الكيو ار اس هو 1 كيو ار اس، كيو ار اس كومبلكس، الكيو ار اس كومبلكس، والبي ار نورمال، هنا البي ويف نورمال، والكيو ار اس الثاني وايد، يعني خلاص يبقى الكيو ار اس ده واسع بطريقه، شايفين واسع عامل ازاي، والتي ويف، التي ويف اهي المفروض تبقى طالعه لفوق هنا انفيرتد، معكوسه معكوسه لتحت، خلاص يبقى دي شكل البريماتيور فينتريكولار كونتراكشن. كده احنا خلصنا البريماتيور. اخر حاجه في الاريزميا في الانواع الهارت بلوك، اخر حاجه ودي سهله يا جماعه، احنا كده شرحنا انواع، يعني انواع باستفاضه انواع مشهوره جدا، ولكن هل واحد يقول لي الانواع دي بس وخلصنا؟ لا طبعا، انواع كتير جدا انت نفسك ما تعرفش تحصرهم، بيبقى مراجع وكتب مليانه بالانواع دي كلها، ولكن انت ما دام فهمت كل حاجه الرسم الطبيعي هتقدر تكمل في الموضوع وتبقى عارف كل حاجه ماشيه ازاي. بعد كده الهارت بلوك، اول حاجه الهارت بلوك ده ثلاث مراحل، فيرست ديجري وسكند ديجري وثيرد ديجري. يعني هارت بلوك معناها واحد عنده القلب بتاعه قفل، قفل يعني خلاص ابتدى يقفل ومش هيشتغل تاني، يعني خلاص يعني القلب ابتدى مش يشتغل بالشكل الطبيعي، بيبقى فيه الريتم بتاعه قل شويه، بيقعد يقل يقل خلاص. يبقى هو منظم، النبضات فيه منظمه، النبضات فيه منظمه، البي ويف بتبقى شكلها موحد ثابت، بي ويف شكلها ثابت، الكيو ار اس نارو بس، ولكن النبضه دي والنبضه دي بيبقى فيه مسافه واسعه شويه بينهم، بيبقى فيه مسافه واسعه شويه بينهم، فدي بنسميها الفيرست ديجري. بعد كده السكند ديجري عندنا نوعين بصراحه، نوع واحد تايب 1 وتايب 2. السكند ديجري دي يا جماعه الريتم بتاعها بيبقى الريجولر، يعني الار ار المفروض دي ار ودي ار، شايفين المسافه دي مسافه وليكن مسافه معينه، هنا مسافه واسعه شويه، يبقى الار ار دي الريجولر، يبقى هو اصلا الريتم نفسه الريجولر. ولكن هنا بنلاحظ ان البي ار هنا الار لفوق، الار بتتحط فوق ولكن بدايتها من تحت، خلاص البي اللي هي دي والار شايفين المسافه واخده مربع، يعني من مربع هنا المربع ده كله واخداه. نيجي نشوف النبضه اللي بعدها نلاقي البي والار نص مربع، يعني البي والار هنا بتبقى لونجر، يعني هنا المفروض دي طبيعيه، هنا بتبقى لونجر وهنا لونجر، يعني بيبقى فيه لونجر في البي ار. الكيو ار اس نارو، كيو ار اس ده بيبقى نارو. تعالوا بينا نشوف السكند ديجري من النوع الثاني، سكند ديجري هارت بلوك من النوع الثاني. الريتم بيبقى الار والار بيبقى ريجولر، يعني المسافه بين الار دي والار دي ريجولر، يبقى احنا نعرف نقارن. لو قال لي سكند ديجري نوع اول يبقى الار والار الريجولر، هنا الار والار ريجولر، شوف المسافه بين الار دي والار ار دي عامله ازاي، كلها ريجولر، مسافات متساويه. البي ويف شكله يونيفورم، يعني شكله واحد، البي ويف هنا والبي ويف هنا والبي ويف هنا شكل واحد، ولكن البي ار يعني البي ار اللي هي البي دي والار نو لونجر زي النورمال، يعني شكله طبيعي، ولكن الكيو ار اس بيبقى نار، خلاص دي اللي هي السكند ديجري. الثيرد ديجري، الثيرد ديجري هارت بلوك، الريتم بتاعه بيبقى البي ار ريجولر، يعني سوري الار ار اللي هي من الار دي للار دي بتبقى ريجولر، يعني الشكل طبيعي، ولكن هنا بيحصل ايه بقى؟ مفيش علاقه بين البي والكيو ار اس خالص، يعني البي دي والكيو ار اس مفيش اي علاقه خالص، الكيو ار اس شايفين متلخبطه ازاي وتبقى وايد واسعه، ودي بنسميها السكند ديجري، شايفين سكند هارت بلوك، يعني بنلاقي المسافه كبيره شويه كمان، مسافه كبيره، هنا برضو المسافه كبيره بين الواحده والواحده مسافه كبيره، هل لو المسافه متساويه بنسميها ريجولر، يعني المسافه بين دي ودي بتبقى ريجولر. دي احنا كده خلصنا الانواع بتاعه الاريزميا والانواع اللي احنا قلنا عليها دي كلها، تمام؟ واحد مثلا يقول لي اتريال فيبريليشن،
اتريال فيبريليشن. ده شكل الاتريال فيبريليشن، ولكن ممكن نشوف شكل ثاني غير الشكل اللي احنا شفناه، ولكن ده شكل مميز، يعني ممكن نلاقي انواع من الاتريال فيبريليشن. ولكن احنا كده يبقى لمينا الموضوع باستفاضه. تعالوا بينا نشوف فيديو يركز لنا ويلمنا الكلام ده كله. ولكن احنا كده يعتبر فهمنا الموضوع ماشي ازاي، وقلنا انواع مهمه جدا وانواع مشهوره في الارزم. هيتبقى ان احنا نعالج الارزمي، ولكن قبل ما نعالجها تعالوا بينا نشوف فيديو يلم. زي ما احنا شايفين يا جماعه في الفيديو ده النورمال، نورمال ريتم. النورمال ده بقى الاس اي نود بتطلع الكهرباء بتاعتها، تروح رايح على الايف نود، تخش الايف نود وتطلع. زي بيرسم بقى اول ما تطلع اهي، خلي بالكم البي ويف يروح عامل الكيو ار اس والتي. تمام، خلينا شايفين شويه، نلاحظ ان اول ما بيطلع بيبدا الجهاز يرسم، يحول الحاجات اللي بتحصل حقيقه الى اشكال بنشوفها امامنا. البي ويف دي بتظهر اول، الكلام ده كله قلناه دلوقتي. نيجي نشوف النوع ده اللي هو اتريال فيبريليشن. شايفين اللخبطه بيحصل في الاتريال، بيحصل حاجه اسمها فيبريليشن اللي هي رجفان. يبدا الشكل البي ويف متلخبطه خالص، الكيو ار اس سليمه، لان ده الكيو ار اس اللي هو الفنتريكولر، ده كيو ار اس سليمه اهو، ولكن بيحصل لخبطه في البي ويف. شايفين اللخبطه عامله ازاي اهي، دي لخبطه البي ويف. البي ويف لخبطه. لخبطه ليه؟ لان هنا الجهاز بيقيس، البي ويف هي المسؤوله عن الكلام ده كله، مسؤوله عن اللي بيحصل في الاتريوم. هنا بيحصل في لخبطه هنا اللي هو سوبرا فينتريكولار تاكي كاردي. سوبرا فينتريكولار يعني هيحصل في المكان اللي فوق. شايفين اللخبطه، بيحصل برضه اللخبطه في البي ويف، الكلام ده كله. برادي كارديا، برادي كارديا الريتم سليم وكل حاجه سليم، ولكن بتاخد وقت. شايفين بيطلع مش الوقت الطبيعي اهي، شايفين بتمشي براحه. هنا البي ويف اترسمت، البي ويف اترسمت. شايف الكيو ار اس، الكيو ار اس بتظهر بسرعه، بيروح طالع بسرعه ونازل، نتيجه الانقباض بيبقى قوي فبيخلي الجهاز يطلعه لفوق وينزل بسرعه عشان الانقباض بيخلص بسرعه، ويروح راسم بعد التي ويف اللي هي الريلاكسيشن على طول. الفنتريكولار تاكي كاردي، شايفين بيحصل في الفنتريكولار ازاي؟ شايفين اهي، دي الشكل المميز اللي انا قلت لكم عليه. الكيو ار اس عامل ازاي؟ وايد، الكيو ار اس متسع خالص ووايد. نتيجة هنا البي ويف هنا مفيش سليمه خالص، بس بيحصل لخبطه في المكان ده كله. فنتريكولار فيبريليشن، شايفين بيلعب بقى. ايه اللعب ده بقى؟ اللعب ده كله شايفين لعب بقى، لعب اللي هو بنقول لكم واحده ماسكه قلم وبترسم، وطفله صغيره بتقعد ترسم، والاشكال دي كلها يعني اشكال غريبه، يعني تعمل اشكال غريبه ملهاش اي تحديد، لانها شايف بي ويف ولا كيو ار اس ولا اي حاجه. نفس النظام معانا فيديو دلوقتي بنتكلم نفس النظام. نشوف دلوقتي النورمال، ده النورمال تمام، ده النورمال اللي هو ده. شايفين الرسمه بترسم فوق ازاي؟ طلع بي ويف اترسمت عشان هنا النبضه حصلت، حصل كونتراكشن ريلاكسيشن. شايفين الريلاكسيشن اهو، ده اللي انا عايز اقوله لكم. الريلاكسيشن بيحصل اهو، ان بعد الانقباض بيحصل ريلاكسيشن. شايفين اول ما الريلاكسيشن يحصل تروح عامله التي ويف بتاعتها. تعال نشوف الاريزمي، اتريال فيبريليشن. يا نهار، ايه اللخبطه دي؟ فين اللخبطه؟ لخبطه. شايفين اللخبطه بتبقى فين؟ في البي ويف بقى. طب اتريال تاكي كاردي، هنا بقى التاكي كاردي هتبقى هنا سريعه، هنلاقي البي ويف هنا نفسها سريعه اهي. شايفين؟ طيب فينتريكولار فيبريليشن دي بقى اللي انا قلت لكم، الطفله الصغيره اللي شايفين عامله ازاي، مش ملهاش اي حاجه خالص من لازمه خالص. فينتريكولار تاكي كاردي، هنا بقى تاكي كاردي هنا بتبقى ايه شكلها مميز، ان الكيو ار اس بيبقى وايد وش نفس الشكل وبيبقى ريجولر. شايفين بيحصل ازاي بالظبط؟ ده اللي بيحصل يا جماعه، وشفنا كل حاجه بالتفصيل. كده احنا لمينا موضوع الاريزميا، يعني الحمد لله يعني ان الموضوع اتعمل. ويعني انا بحب موقع، في موقع يا جماعه افادني جدا، موقع learnekgs.com. الموقع ده عليه كل الرسومات، البكسل بتاعها عالي جدا والصوره هاي كواليتي صراحه. وده يعني بشكر الناس اللي عاملوا الموقع ده، موقع جميل جدا اللي هو اسمه learnekgs.com. ده عليه كل الاشكال بتاعت الاريزميا، شكل تفتح الصفحه بتاعت اي نوع بتخش عليها بتدوس على الصوره نفسها، لازم تدوس على الصوره عشان يفتح الصوره في صفحه تانية، بتبقى صوره كبيره جدا. وده حاجه ساعدتني ان انا اجيب الصور بتاعت الاشكال دي كلها. تعالوا بينا نشوف الادويه ونتكلم على الادويه. طبعا كلامنا على الادويه هيبقى كلام سريع، وكلام لان حلقتنا طولت. اهم حاجه ان احنا فهمنا الاريزميا، الادويه سهله مفيش اي حاجه، مفيش اي مشكله. كده يبقى احنا الحمد لله هنتكلم دلوقتي على ادويه. تعالوا بينا نشوف كده، هنتكلم على الادويه اللي بتعالج الاريزميا، اسمها انتي اريزميك دراجز، ادويه بتعالج الاريزميا. ان
انا المفروض الشخص اللي الريتم بتاعه غير طبيعي بخليه طبيعي، بخليه الريتم الغير طبيعي ده احوله لطبيعي. طبعا حاجه صعبه جدا ان انا اخلي الريتم غير طبيعي، لازم اعمله دايجنوزس واشوف الاي سي جي واشوف ايه نوع الاريزميا بالظبط، وبعد كده اشوف هل ايه الدواء اللي يتوافق معاه. فلقيوا ان احنا عشان نظبط الموضوع ده القنوات اللي عملت الاكشن بوتنشال، شايفين الاكشن بوتنشال اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول خالص، القنوات دي كان عبارة عن صوديوم شانل اللي هي بتفتح وتعمل الشعلة لعود الكبريت اللي اتكلمنا عنه، بوتاسيوم اللي هي بتزيل عود الكبريت وبتطفيه، كالسيوم اللي هو بيعمل الانفجار اللي احنا اتكلمنا عنه. فبالتالي انا اقدر اتحكم في الموضوع ان انا اقفل الصوديوم شانلز، او اقفل الكالسيوم شانلز، او اقفل البوتاسيوم شانلز، او اقفل اجيب حاجه تقفل البيتا بلوكر عشان تقلل السمباثيتك نيرف وتقلل الالكتريكال اللي هو التوصيل الكهربي في القلب، ان انا اقفل البيتا بلوكرز. فعندنا كلاسز منها بقى ان انا اقسموها، في حاجه اسمها كلاس اي او، كلاس 1، كلاس 2، كلاس 3، كلاس 4، اللي هي اربع تقسيمات. اول تقسيمه اللي بتقفل الصوديوم شانل بلوكرز، ان انا هتحكم في الريتم ان انا اقفل الصوديوم شانل بلوكرز، او ان انا التقسيمه الثانيه اللي هي كلاس 2، ادويه اسمها كلاس 2 دي بتقفل البيتا بلوكرز، كلاس 3 بتقفل بوتاسيوم شانل بلوكرز، كلاس 4 بتقفل كالسيوم، بتقفل مجموعات الكالسيوم. تمام، تعالوا بينا نمسك واحده واحده اللي هي كلاس 1 اي انتي اريزميك دراجز اللي هي صوديوم شانل بلوكرز. عندنا ثلاث انواع يا جماعه، كلاس 1 اي، كلاس 1 بي، كلاس 1 سي، يعني 1 اي 1 بي 1 سي. ما تخافوش الحاجات التانية ما فيهاش انواع تانية، هو ده بس الوحيد اللي فيه ثلاث انواع، يعني ده نوع متفرع منه ثلاث انواع. دي بيقفل الصوديوم شانل بلوكرز، بيقفل الصوديوم، ولكن هم قسموه ثلاث انواع ليه؟ لان كل واحد ليه الافكت بتاعه غير التاني. يعني مثلا كلاس 1 اي ده ليه مديريت صوديوم شانل بلوكرز، يعني بيقفل قنوات الصوديوم بشكل متوسط، هنا بشكل ضعيف، هنا بشكل سترونج، فبالتالي لازم يقسموها، لان مش كل قفله زي الثانيه، القفله المتوسطه تعمل شكل غير الشكل. لذلك هنشوف الموضوع ماشي ازاي. كلاس 1A الكونيدين ده اللي هو يعتبر الرئيس بتاع العيله اللي هي الكلاس 1A، تمام، هو الدواء الرئيسي المعروف بكلاس 1A انتي اريزميك دراجز. عندنا بقى ادويه اخرى زي البرو كايناميد وديزوبرامايد، تمام. الحاجات دي الثلاثه دول هم يعتبر كلاس 1A، ده بيقفلوا الصوديوم شانل بلوكرز والافكت بتاعهم بيبقى متوسط، وبيعملوا كيو ار اس برولونجد، يعني الكيو ار اس عارفينه الشكل، كيو ار اس بيعملوا برولونجد يعني بيطولوا شويه، وبيعملوا سلو في الفيز 0. عارفين الفيز 0 اهي، دي الفيز 0 اللي هي 0، دي الفيز 0 اهي، هي دي بيعمل ايه؟ بيعمل سلو. لما الفيز زيرو دي يبقى فيها سلو، مش هي دي المسؤوله عن الكالسيوم الصوديوم شانل زي ما مش احنا قلنا عود الكبريت لما بيفتح ويشتعل ده عباره عن الصوديوم شانلز بتفتح فبتروح فاتحه بسرعه وبيبقى فاستر، فيروح عامل ده كله عود الكبريت، يروح عامل ده كله بالشكل ده، فده بيقفل الصوديوم شانل وبيقفلها بايه؟ بمديريت افكت. فبالتالي لما يقفلها دي مش هتطلع كده، ده هتطلع بالراحه سلو، فبالتالي هيعمل الشكل اللي احنا شايفينه ده، هيعمل الشكل ده، وبعدين هيروح مطول لي الفيز رقم 3 هتبدا تبعد شويه، خلاص. يبقى هو هيعمل كيو تي انترفال، كيو تي اللي هي بتوين الكيو والتي، هنا التي وهنا كيو، كيو هيطولها كيو تي انترفال، المسافه دي هتطول، المسافه الزمنيه دي هتبدا ان هي تطول، تمام، هتطول ليه؟ لان دي عمل لها سلو، فبالتالي هتروح عامله الكرونيدين ده بيشتغل في الاتريال تاكيكارديا واتريال فلاتر واتريال فيبريليشن. ليه في الحاجات دي؟ لان الحاجات دي هي اللي بيبقى فيها الكيو تي بيبقى نارو، سوري الكيو ار اس بيبقى نارو والكيو تي بيبقى كده، فبالتالي ده بيروح مظبطهم الى الطبيعي. اما الدوين التانيين بيشتغلوا في الاتريال فنتريكولار اريزميا. الكرونيدين ده يا جماعه من ليه اعراض جانبيه كتيره، تمام، ولكن احنا بدل ما اتكلمنا على الاريزميا بكل تفصيل عايزين نلخص الادويه شويه. حاجه اسمها سينكونيزم، سينكونيزم ده من احد اهم الاعراض اللي بيعملها الكرونيدين، بلارد فيجن، تونايتس، هيديك، سايكوزس، كرامبنج، نوزيا، دي مجموعه من الاعراض بسميها سينكونيزم، تمام. اما عندنا البروكانامايد ده بيعمل لابس لايك سيندروم او ريماتويد لايك سيندروم، حاجه كده التهابات في المفاصل، والتهابات في المفاصل بتاعه الاصابع من اصابع الايدين. عندنا دايزوبرامايد ده بيعمل النيجاتيف اينوتروبيك افكت، دي من احد الميجور ادبس، مش كلها طبعا، ولكن احنا بنقول
اشهر حاجه فيها عشان احنا هنلخص الادويه معاك. بعد كده كلاس 1 بي عندنا الليدوكين والتوك التوكاينايد والفينيتوين، وعندنا كمان الليجنوكين. الليجنوكين كمان احنا ضفناه بعد ما عملنا السلايد، ولكن الليجنوكين برضو يعتبر من الكلاس 1 بي. دي بقى يا جماعه بتقفل الصوديوم شانل وليها اللويست افكت. واحد يقول لي الليدوكين ده يا جماعه بيستخدم في لوكال كلوكال انستيك، مخدر موضعي، اقول له فعلا هو مخدر موضعي عشان بيقفل الصوديوم شانل اللي موجوده في النيرف، فبيقلل قنوات الصوديوم، بيقلل الصوديوم اللي بيخرج من النيرف اندنج، فبالتالي هيقلل الاحساس. واحد يقول لي الفينيتوين ده بيستخدم في مرض الصرع، لان هو فعلا الفينيتوين بيستخدم في مرض الصرع، وده الاشهر استخدام ليه، لان الفينيتوين يا جماعه بيقفل الصوديوم شانل اللي موجوده في الخلايا العصبيه اللي في البرين، فبيعالج الصرع. ده الادويه دي اسمها كلاس 1 بي، بتقفل الصوديوم شانل وبيبقى ليها لويست بوتنسي، يعني البوتنسي بتاعتها بيبقى اقل حاجه، ودي ما بتاثرش على الكيو ار اس، ولكن هي بتقلل الكيو تي انترفال. ليه لويست بقى؟ لان المفروض دي الصوديوم بيطلع من لويست، يعني هي البوتنسي بتاعت الصوديوم شانل المفروض لو هو قوي، لو هو قوي يخلي عود الكبريت انا قلت عليه ده يعمل كده، لو هو مديريت يعمل كده، لو هو ضعيف يبقى ماشي على بالظبط كده، ولكن هو بيقلل الكيو تي انترفال، الكيو اللي هي هنا والتي هنا، بيقلل المسافه دي، وبيعمل شورتنس في الفيز رقم 3، لان دي الفيز رقم 3 فبيقلل بيعمل لها شورتنس. طيب الفينيتوين مشهور قوي ان هو بيعالج ديجيتاليز انديوسد اريزميا، يعني لما واحد بياخد الديجيتاليز بتاع الكونجستيف هارت فيلر بيجي له اريزميا من احد الاعراض الجانبيه، فبالتالي هو بيعالج الديجيتاليز انديوسد اريزميا، يعني العرض الجانبي بتاع الديجيتاليز الفينيتوين ده الفيرست تشويس فيه. اما هو الادويه دي المجموعه دي بتعالج فينتريكولار اريزميا ومايوكارد اللي هي ناتجه عن المايوكارديال انفاركشن، لان المايوكارديال انفاركشن بيعمل فينتريكولار اريزميا فدي بتعالجها. كلاس 1 سي عندنا الفليكاينايد والبروبافينون والمروكزين. الحاجات دي الثلاثه دول كلاس 1 سي، الحاجات دي موست بوتنت، يعني هو اقوى حاجه في الصوديوم شانل، فلذلك لما يبقوا اقوى حاجه يبقوا يقفلوا الصوديوم شانل، فنلاقي الفيز رقم صفر يعني قلت خالص وعملت برولونج كيو ار اس انترفال، والكيو تي الكيو بين الكيو والتي هنا المسافه مش حصل لها افكت قوي وما تاثرتش، هي نفس المسافه، ولكن عمل ماركت سلو في الفيز رقم 0، يعني قلل الفيز رقم 0 بشكل ملحوظ جدا. بعد كده الكلاس 1 سوري الكلاس 2 اللي هي البيتا بلوكرز اللي هو البروبرانولول. البروبرانولول ده يا جماعه دي طبعا البروبرانول من احد الحاجات اللي هي نون سيلكتيف بيتا بلوكرز، اتكلمنا عنها بالتفصيل، وهو الاكثر استخداما هنا في الاريزميا. ده بيقلل السمباثيك اكتيفيتي في الهارت، وبيستخدم في السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، وبيعمل انهبيشن للفيز رقم 4، وبيقلل الاس اي نود والاي في نود كوندكشن بينهم، وده بيقلل الريتم وبيعمل برولونج للبي ار انترفال وما بيأثرش على الكيو ار اس والكيو تي انترفال. خلاص تعالوا بينا نشوف كلاس 3 بوتاسيوم شانل بلوكرز، انواع كتيره، اشهرهم عندنا الاميودارون والبريتيليوم، دول اشهر حاجتين معانا، دول اللي بيقفلوا البوتاسيوم شانل بلوكرز. واحنا عارفين ان البوتاسيوم شانل بلوكرز هي اللي بتعمل عمليه الريبولاريزيشن، فبيعمل ديلي للريبولاريزيشن، المفروض الريبولاريزيشن ده يبقى فاست، يعني يحصل هنا ده الاسود ده الشكل الطبيعي، هو بيعمل ديلي للريبولاريزيشن لان بيقفل قنوات البوتاسيوم، فالمفروض البوتاسيوم هو اللي بيخلي الكالسيوم دي مرحله الكالسيوم، هو اللي بيخلص الممبرين من الكالسيوم فيعمل ريبولاريزيشن، يفتح البوتاسيوم شانلز، فهو دلوقتي قفل فمش هيخلصه من مرحله الكالسيوم، فيعمل ديلي في البلاتو اللي هي مرحله البلاتو اللي هي المرحله رقم 2، وده اشهر حاجه فيه ان هو بيعمل ديلي في البلاتو، ودي الاكثر استخداما ان انا اعمل ديلي للبلاتو اللي هي مرحله الفيز 2 اللي هي اللي بتطلع لي كالسيوم، تمام؟ فانا لما اعمل لها ديلي ان انا اطولها كده بيبقى حاجه مفيده في الاريزميا، ان انا ما اخليش الريتم بتاعه يبقى زايد ان انا بعمل ديلي للريتم، فبالتالي هقلل الريتم بتاع القلب. طب ده بيعمل برولونجد كيو تي، يعني الكيو تي انا عايز اعمل لها برولونجد سوبرا فنتريكولار فنتريكولار اريزميا. دي من احد الاعراض بتاعه الدواء الادويه دي اللي هي الاضواء الاعراض الرئيسيه، في اعراض كتير طبعا، والاعراض بتاعه الاشهر دوين عندنا اميدارون ده بالمونري توكسيسيتي وفوتو سنسيتيفيتي، يعني بيخلي الواحد ياخد الدواء لو طلع في الشمس يقعد يهرش في جلده او كده، ثايرويد ديسفانكشن ويعمل هيباتو توكسيسيتي وبيعمل كونستيبيشن، اما بريتيليان بيعمل بشوره الهايبوتنشن.
اخر حاجه معانا ان احنا كلاس 4 اللي هي الكالسيوم شانل بلوكرز اللي هو فيرابامين والدلتا يازين، ما ينفعش نستخدم اللي هي الحاجات اللي هي النيفيد بين، لان النيفيد بين بيشتغل على البلاد فيسز ملوش علاقه بالهارت. الحاجات دي بتعمل شورتنس في الفيز رقم 2 اللي هي البلاتو اللي هي المرحله الثانيه، بيعمل شورتنس فيها بيقللها لان هو بيقفل الكالسيوم شانل. لما يقفل الكالسيوم شانل المرحله رقم ثانيه دي اللي هي دي اللي هي المرحله 2 اللي هي بتاعه الكالسيوم شانل اللي بنسميها البلاتو بيقللها، يعني الطبيعي الاسود بيخليها تنزل الناحيه دي بقى. تنزل هنا، فده بيبقى مفيد في انواع من انواع الارزم اللي هي السوبرا فنتريكولار ارزم. تعالوا بينا نشوف اذر ايجنت، يعني حاجات تانية زي الدايجوكسين. الدايجوكسين ممكن يشتغل في علاج الارزم ولكن بيعمل ارزم، يعني هو ممكن يستخدم ان هو يقلل الاي في نود، يقلل الاي في نود، ولكن هو اصلا بيعمل ارزميا، بيعمل حاجه اسمها فنتريكولار تاكي كارديا او فيبريليشن، وبيتعالج بالفينوتوين. حاجه اسمها ادينوزين. الادينوزين ده يا جماعه نيوكليوسايد، نيوكليوسايد حاجه نيوكليوسايد طبيعيه، وفي الهاي دوز بيقلل الاي في نود وبيستخدم في سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا. ممكن المغنيسيوم سلفيت ده بيعالج في الديجيتاليز انديوسد اريزميا، او في عند الشخص اللي عنده هايبو مغنيسيميا اللي عنده عنصر المغنيسيوم قليل شويه، فده ممكن يستخدم. دي حاجات اذر، يعني حاجات مش مشهوره طبعا ان هي تستخدم. ولكن عندنا هنا بقى سيرجري اند ميديكال ديفايسز، يعني في حاجات غير الادويه بتعالج الموضوع ده. في حاجه اسمها بيس ميكر. بيس ميكر ده حاجه هو اللي بيساعد في تنظيم ضربات القلب اللي احنا شايفينها دي كلها. بيتركب هنا ويبدا يخش جوه القلب، وبيتركب بطريقه معينه وبيبدا هو يرسل النبضات وينظمها. عندنا الاي سي دي اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت، ان هو بيخش وبيتركب تحت الجلد اللي هو ايه، اللي هو امبلانتابل كارديو فيرتر دي فيبريليتور اللي هو الاي سي دي. ده حاجه بتتركب تحت الجلد زي البيس ميكر بالظبط. حاجه بقى عمليات بقى، في عمليه اسمها ماز بروسيدور، دي عمليه تمام ان هو بيعمل عمليات جراحيه في الجزء الاعلى من الارتر. دي عمليات جراحيه بقى، اسم العمليه يعني اسم العمليه على حسب على اسم الشخص اللي عمل العمليه دي. فنتريكولار انيوريزم سيرجري، دي حاجه بقى ايه، ان بيحصل في البلاد فيزز حاجه اسمها انيوريزم، حاجه انتفاخ او حاجه زي كده، فبتعمل ارزم، فهو بيعمل بيشيل الانيوريزم او الوعاء الدموي اللي عمل الكلام ده. في ممكن الكوروناري باي باس سيرجري، ان انا اعمل عمليه الباي باس دي الشخص اللي عنده كوروناري ارتري ديزيز هي اللي عملت اريزميا، فانا بعمل له باي باس عشان احميه من الاريزميا نتيجه الكوروناري ارتري ديزيز. بعد كده دي ملخص، ده طبعا جدول موجود في ليبن كود، ده عباره عن حاجه يعني ايه الفيرست تشويس، يعني الاتريال فيبريليشن استخدم معاه من الكلاس 1 ايه، استخدم ده. طب الكلاس 2 استخدم بروبرانول. طب الكلاس 3 استخدم ده. ده الكلاس ده حاجه كده ملخص عن الكلام ده كله. كده بقى احنا عليه انتهت، هنروح الصيدليه ونشوف الكونيدين، عندنا ادويه كتير منه، عندنا كونا كارد الكلام ده كله، وعندنا بروبرانول اللي هو اندرال، عندنا منه تركيز 10 وتركيز 40، عندنا الاميودارون ده اللي هو كاردارون ده برده موجود ومشهور كده، اللي هو كالسيوم شانل بلوكرز اللي هو الايزوبتين. كده بقى احنا حلقتنا انتهت. اتمنى يا جماعه الحلقه دي تعجبكم، ودي تعتبر يعتبر من اصعب الحلقات في علم الفارماكولوجي كله، وحلقه الاريزميا والانتاريزميا دراجز ممكن اي يعني في دكاتره كتير ما بيشرحهاش او يعني ما بيرضوش هم يشرحها لان هي بتحتاج وقت وبتحتاج تنظيم. هو بس الفكره في الحلقه، يعني الفكره في الحلقه ان احنا نشرح ايه قبل ايه، يعني اللي كان بيشغل دماغي قوي واللي خد مني وقت ان انا ابدا ازاي، ابدا في الاريزميا دي ازاي، هل ابدا بالانواع على طول ولا ابدا ان انا اقول ازاي بيحصل الخطوات بتاعت ازاي الكهرباء بتتصل، وبعدين اشوف الاكشن بوتنشال، وبعدين اعمل العلاقه بينهم، وازاي الجهاز طلع الكلام ده كله. يعني ان انا افكر فيه وترجمه بالحلقه ده كلها خد مني وقت، هو اللي خد الوقت ده كله. واتمنى ان الحلقه يا جماعه تكون عجبتكم، وان شاء الله يعني هي دي يعتبر اصعب حاجه، يعني الحس فيه لخبطه او كده ممكن يعيد حاجه الحته اللي اتلخبط فيها، وان شاء الله باذن الله دي اصعب حاجه في الفارما كلها، وكل اللي جاي سهل. وزي ما اتكلمنا في الحاجات السهله اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده، احنا خلصنا جزء الكارديوفاسكولار سيستم في الشرح، ولكن في حلقه مراجعه بكره، وفي حلقه اسئله مع المراجعه بكره ان شاء الله. كده بقى احنا خلصنا الكارديو وهنخش جزء جديد. كان معكم دهشان حسن دهشان، اتمنى ان انا اشوفكم، واي استفسار ما تنسوش ان الحلقه بتاعتنا دي ممكن اي واحد يحملها يا جماعه، يحملها في من على اليوتيوب، ويحملها من هنا يشوف الديسكريبشن بتاع الفيديو ويلاقي اللينك بتاع المحاضره باوربوينت ويحملها. واي حد عايز يتواصل اي استفسار في المحاضره بتاعت النهارده بالذات، اي استفسار ممكن يتواصل مع الفيسبوك وارد عليه ان شاء الله. ونتقابل في حلقه جديده، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.